بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية. الحقيقة إذا كان هناك من يستحق الشكر الحقيقة على حلقة أمس، كل زملائي في العمل الحقيقة كلهم الحقيقة اللي اشتغلوا، سواء الإعداد أو الإخراج أو المصورين اللي وراء الكاميرات، كل الناس الحقيقة في حلقة النجم العالمي محمود تريزيجيه اللي كانت امبارح، وردود أفعال كبيرة جدا جدا حتى زملائنا على السوشيال ميديا في كل مكان. الحقيقة الحلقة امبارح عملت ردود أفعال قوية جدا 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 حتى في الصحافة العالمية، وهتكلم عن بعض الصحف الإسكتلندية والصحف البريطانية اللي اتكلمت عن ماذا قال تريزيجيه أمس في حلقة البيت الكبير في وجوده في بيته داخل النادي الأهلي. ولكن قبل ما اتكلم عن العالمي وقبل ما اتكلم عن كل هذه الأمور، الحقيقة إذا كان هناك أيضا من يستحق الشكر قبل أي شيء هو جمهور النادي الأهلي في ظل كل الأحداث اللي كانت بتحصل امبارح. حاجات غريبة جدا بتحصل امبارح، يعني كانت مباراة أو خروج فرنسا من كأس الأمم الأوروبية، ومباراة أسبانيا وفوزها 5-3، وأمور أخرى بتحدث في البلد وأمور كبيرة بتحصل في البلد، ولكن دائما يظل جمهور النادي الأهلي هو الأول. يظل جمهور النادي الأهلي عندما يريد أن يضع تريزيجيه وهو يستحق تماما أن يكون في المرتبة الأولى في ترند مصر، وده اللي حصل امبارح. ان حضراتكم كنتوا حاطيننا دايما او حاطين تريزيجيه في المرتبه الاولى كعاده النادي الاهلي وكعاده جمهور النادي الاهلي، فانا بشكر حضراتكم جدا 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 كالعاده الحقيقه. واللي دايما بينتظر او بينظر لجمهور النادي الاهلي بينظر ليهم بفخر وبحب، لان هم دول الاساس في كل شيء، سواء في كره القدم او في الالعاب الاخرى. في كل الألعاب يظل دائما جمهور النادي الأهلي هو الأساس في كل شيء، وبالنسبة لي أنا فخور جدا 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 بوجودي في هذا المكان فقط عشان جمهور النادي الأهلي اللي دايما دايما بيفضل واقف ورا فريقه وقناته وكل حاجة الحقيقة. فأنا بشكر حضراتكم جدا 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 على حلقة امبارح واللي اتعمل في حلقة امبارح على السوشيال ميديا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي. يظل دائما تريزيجيه يستحق الحقيقة، لأنه كان دائما بيتكلم من قلبه، بيتكلم بعفوية، بيتكلم بحب للنادي، بيتكلم باحترام للنادي، بيتكلم باحترام للجمهور وحبه للجمهور. الحقيقة تريزيجيه واحد من أفضل وأنقى وأطيب الناس اللي أنا تعاملت معهم في حياتي خلال الفترة السابقة. تريزيجيه يستحق أن يكون دائما الأول، لأن جمهور النادي الأهلي في ظهر، كان في ظهر تريزيجيه امبارح. وأعتقد أن تريزيجيه بعد حلقة امبارح نفسيا حتى في موضوع الإصابة اللي عنده، إن شاء الله إن شاء الله بدل ما يقعد 4 أو 5 شهور إن شاء الله يقعد وقت أقل، وده بفضل فقط جمهور النادي الأهلي اللي واقف في ظهره وحيفضل دايما واقف في ظهره. فأنا في البداية حابب أن أنا أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على كل اللي حضراتكم دايما بتعملوه معانا. ثانيا، إيه اللي حصل في بعض الصحف العالمية؟ اتكلمت زي ما قلت لحضراتكم الإسكتلندية والإنجليزية اتكلمت عن حوار تريزيجيه امبارح. فمثلا خلينا نبدأ مع صحيفة ديلي ريكورد البريطانية، نقلت تصريحات تريزيجيه عن العروض التي وصلت له قبل أستون فيلا، وكشف عنها في حوارنا امبارح الحقيقة. ده زي ما حضراتكم شايفين، ده نص صحيفة ديلي ريكورد. حاجة عظيمة جدا لما تلاقي نجم عالمي ونجم كبير زي تريزيجيه ويكون موجود معاك وتنقل تصريحاته في صحف إنجليزية وصحف اسكتلندية. بالنسبة لنا ده فخر كبير جدا، ولكن الأساس في كل ده ما حدث أمس من مظاهرة حب على كل مواقع التواصل الاجتماعي من جمهور النادي الأهلي لتريزيجيه. الحقيقة خلى كل الناس تنظر إلى شاشة واحدة فقط، وهي شاشة قناة النادي الأهلي. أيضا صحيفة سان في نسختها الإسكتلندية اتكلمت عن تريزيجيه وحواره في قناة النادي الأهلي وتصريحاته بخصوص اقترابه من الانضمام لصفوف العملاق سيلتيك قبل انضمامه لأستون فيلا. أيضا صحيفة ذا هيرالد الإسكتلندية الشهيرة أبرزت تصريحات تريزيجيه مع قناة الأهلي بتفضيله الانتقال للدوري الإنجليزي مع أستون فيلا، وأنه كان يحلم من أول ما خرج من النادي الأهلي بالانتقال للدوري الإنجليزي. أيضا صحيفة اسكتلندية ثالثة تايمز الاسكتلندية قالت أن دلخت استطاع حرمان سيلتيك من موهبة تريزيجيه.
كلنا زي ما قلت لحضراتكم في البداية فخورين جدا بحلقة امبارح، كلنا سعداء جدا بحلقة امبارح، كلنا مبسوطين قد ايه ان جمهور النادي الاهلي مبسوط بهذه الحلقة. بشكركم، وكالعادة دائما يظل جمهور النادي الاهلي في ظهر قناته وفي ظهر نادي وفي ظهر مجلس ادارته وفي ظهر لاعبيه، ودايما بتبقى كل حاجة الواحد بيقولها من قلبه بتصل الى الجمهور. عشان كده انا دايما لما باجي اتكلم مع حضراتكم ما ببصش في ورق، بتكلم مني للكاميرا على طول عشان كلامي يوصل لجمهور النادي الاهلي اللي يستحق الحقيقه كل الاشاده. طيب انا بس الاول عايز ابدا بحاجه مهمه جدا. بقى لنا 3 ايام في قصه ان كريم فؤاد هيلعب في النادي الاهلي وخلاص تم الاتفاق وتم التعاقد وتم كل شيء. الحقيقه بس قبل ما اتكلم في نقطه كريم فؤاد، هو ليه دايما قبل المباريات المهمة، خدوا بال حضراتكم، ليه دايما قبل المباريات المهمة بتلاقي اسم من الأسماء تم طرحه والموضوع بياخد حجم كبير جدا قبل أي مباراة مهمة سواء في الدوري أو أي بطولة أفريقية؟ افتكر كده لما كنا بنتكلم مع حضراتكم الأسبوع اللي فات، وبذكركم وبذكر نفسي قبل ما نتكلم في الأسبوع اللي فات وقبل مباراة الترجي، لقينا بعض الأقاويل عن بعض الإشاعات إن مش عارف مين مروان هيمشي وأليو ديانج خلاص مضى وسافر بره ومين كذا ومين كذا ومين كذا. الحقيقة بالنسبة لي شيء مدهش. حتى هذه اللحظة كريم فؤاد مش لاعب في النادي الأهلي، كريم فؤاد مش هيبقى لاعب في النادي الأهلي إلا عندما يحدث شيء واحد فقط، وهو أن يعلن النادي الأهلي رسميا عن وجود كريم فؤاد. طيب خلينا نتكلم بالمنطق وبالعقل زي ما متعودين دايما. لما نيجي نتكلم ونفكر هنلاقي إيه؟ أن الدوري هيخلص بناء على الجدول اللي وصل لكل الإعلاميين أن الدوري سينتهي يوم 26 أغسطس. طيب قبل 26 أغسطس هل ينفع نتكلم في لعيب ماشي ولعيب جاي؟ هل من المفترض ان انا اقول لحضرتك او اي حد يتكلم في ان اسلام ماشي وهاني جاي ومحمد مش عارف مين وفلان جاي وفلان ماشي؟ ما ينفعش. لسه تخيل حضرتك احنا لسه النهارده ما وصلناش اول 7، يعني فاضل شهر ونص على نهايه الدوري. لا ده لسه شهر ونص او شهر و25 يوم على نهايه الدوري المصري، ومن بعدها ممكن نتكلم عن الصفقات، ممكن نتكلم عن مين جاي ومين ماشي ومين هيقعد، لأن الموضوع بيبقى مرتبط بأشياء أخرى، مرتبط بالقائمة الأفريقية، مين اللي هيلعب في القائمة الأفريقية السنة القادمة مش السنة دي، لأن السنة دي خلاص إن شاء الله يوم 17 هؤلاء اللاعبين هم اللي هيلعبوا. فهل من الممكن إن احنا نتكلم عن لعيب هيمشي ولعيب هيجي في ظل إن احنا عندنا مباراة نهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وفي ظل إن احنا عندنا 4 مباريات في الدوري قبل هذه المباراة الهامة جدا، أو أولى هذه المباراة إن شاء الله يوم الخميس القادم أمام بيراميدز؟ حاجة غريبة جدا، وطبعا من حق كل حد ان هو يجتهد، ولكن احنا برضو دورنا هنا ان احنا اول ما هيبقى في حاجة رسمي هنعلن لحضراتكم بشكل رسمي سواء هنا او في المركز الاعلامي للنادي الاهلي، هنعلن لحضراتكم اذا كان هناك اي شيء رسمي هنعلنه، هنقول والله فلان الفلاني كريم فؤاد بقى او اصبح لاعب في النادي الاهلي. وزي ما حضراتكم دايما متعودين دايما بناخد او بنشوف الكلام ده على شاشة قناة النادي الاهلي، كل ما يقال قبل كده هو كلام غير صحيح، هو كلام غير صحيح، ممكن يبقى صحيح بكره، ممكن يبقى صحيح بعده، ممكن يبقى صحيح الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، محدش عارف ايه اللي بيحصل، لان هناك لجنه تخطيط. نرجع نتكلم في هذا الامر مره ثانيه، هناك لجنه تخطيط تخطط لمستقبل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، كابتن محمود الخطيب، كابتن محسن صالح، كابتن زكريا ناصف، الثلاث عمالقه دول او الثلاث نجوم الكبار دول الحقيقه بيفكروا في مستقبل النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. ايه اللي هيحصل؟ محدش عارف. ايه اللي فجاه كده تلاقي كريم فؤاد اصبح لاعبا في النادي الاهلي؟ والحقيقه ان حتى هذه اللحظه لا يمكن ان يكون هذا الموضوع اتقال بشكل رسمي، لانه مش هيطلع الا من جهتين، سواء من قناه النادي الاهلي او من المركز الاعلامي للنادي الاهلي. غير كده الموضوع يظل دائما في إطار الإشاعات، إشاعات هنا بيقول كلمة وهنا بيقول كلمة وهنا بيقول كلمة وهنا بيقول كلمة، ولكن في النهاية الإعلان الرسمي من خلال شاشة قناة النادي الأهلي ومن خلال المركز الإعلامي. خلينا نركز، لأن احنا
كجمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت بسطنا جدا بصعود النادي الأهلي ووصوله إلى المباراة النهائية، ولكن الأربع مباريات القادمة في الدوري بدايتهم إن شاء الله في بيراميدز النهاردة أقال مديره الفني أروى بارينا وجاب المدير الفني السابق لوادي دجلة وتاكيس جوناس، وهو مدير فني جيد ومدير فني عايز يعمل حاجة. حضراتكم عارفين التغيير اللي بيحصل في أي إدارة فنية في أي فريق بيفرق مع الفرقة نفسها وبيفرق مع اللاعبين اللي متواجدين في الفرقة، فبالتالي على حظ النادي الأهلي ده حصل دلوقتي قبل هذه المباراة الهامة. أوكي تمام، ما عندناش مشكلة، ولكن عايزين نركز الفترة اللي جاية في مباراة يوم الخميس، في المباراة وإيه اللي هيحصل فيها وموسيماني هيعمل إيه وهيلعب إزاي. فحاجة جميلة جدا جدا إن إحنا بنشوف كل الناس مهتمة، خلاص حتى جمهور النادي الأهلي قفل مباريات البطولة الأفريقية وابتدى يفكر في مباريات الدوري العام المصري، لأنه البعض يطلع يقول لك إيه؟ البعض يطلع يقول لك يا جماعة سيبوا لنا حاجة ناخدها، سيبوا لنا حاجة ناخدها. يا جماعة هو الموضوع مش كده، الموضوع أبسط من كده بكتير. أنا يعني لعيبة النادي الأهلي وجمهوره عايزين ياخدوا كل البطولات، كل البطولات، دوري، كاس، كاس أفريقيا، سوبر أفريقي، سوبر محلي، نلعب في كاس العالم، عايزين نصل إلى المباراة النهائية. لما بقول كده الناس بتتضايق، لكن هي دي الحقيقة. لما بلعب في كاس العالم للأندية أنا عايز أوصل للنهائي وألعب في النهائي وأخد كاس العالم للأندية. هو ده الفرق على فكرة ما بين النادي الأهلي وبين كل، وأنا مش قصدي حاجة ولكن هذه هي الحقيقة، إن أنا كنادي أهلي بلعب إن أنا أكسب كل البطولات إن أنا داخلها. مش ذنبي إن حضرتك مش عارف تكسب، مش ذنبي إن حضرتك بتقولي لو سمحت يعني ما تكسبش، أعملها إزاي دي؟ مش بتاعتي الحقيقة، يعني مش بتاعتنا. النادي الأهلي دايما ما بيفكرش بهذا الشكل، فمش بتاعتنا إن إحنا نفكر إن إحنا نخسر بطولة لا قدر الله ولا حاجة من هذا الموضوع. الناس كلها بتحسد النادي الأهلي، الناس كلها بتحسد لعيبة النادي الأهلي، ولكن في النهاية الحسد موجود طبعا، ولكن اجتهاد مجموعة اللاعبين اللي أمام حضراتكم دلوقتي واجتهاد مديرهم الفني ومن قبلهم مجلس إدارة، من قبل كل دول جمهور بيجتهد وواقف ورا فريقه، لا بيخليك دايما بتسابق الزمن، دايما بتحاول ان انت تكسب كل المباريات علشان ترضي الجمهور اللي موجود وراك ومستني منك، حتى لو ما بيجيش الاستاد، حتى لو ما بيجيش المباريات عشان يشجع بسبب جائحة كورونا طبعا. ف معلش هنحاول، يعني مش عارف اعملها، مش عارف اقولها ازاي، ولكن انا عايز اكسب كل البطولات، انا عايز اكسب كل الماتشات، عايز العب في كل اي بطوله انا بلعب فيها انا عايز اكسبها. مش ذنبي ان حد محدش عارف يكسب، محدش عارف يصل لنهائي بطوله افريقيا مرتين ورا بعض في خلال 5 أو 6 شهور. مش ذنبي كل ده، مش ذنبي على فكره، ولكن انا فريق بجتهد وبتعب وبموت نفسي عشان ارضي جمهوري. فخلينا نركز الفتره اللي جايه في مباراه بيراميدز ان شاء الله ليوم الخميس، مباراه صعبه، مباراه مهمه، تغيير جهاز فني لبيراميدز هيفرق كتير مع اللاعبين اللي متواجدين، ولكن ان شاء الله ان شاء الله النادي الاهلي قدها وقدود، ولاعيبه النادي الاهلي خلاص قفلوا الملف الافريقي وابتدوا يفكروا في الملفات القادمه، اولهم هو ملف الدوري العام المصري في الاربع مباريات القادمه. ده بالنسبه لموضوع كريم فؤاد، عشان في كلام كتير وفي لغط كثير في هذا الموضوع. طيب ارجع مره اخرى للكلام اللي انا قلته امبارح، الحكام والعداله التحكيميه، التحكيم والعداله التحكيميه. كل يوم نسمع قبل اي مباراه كبيره او اي أو قبل اي مباراه بيلعبها النادي الاهلي يقول لك ايه، اصل الحكم مع كابتن محمد معروف هو اللي هيحكم للنادي الاهلي، كابتن امين عمر هو اللي هيحكم للنادي، كابتن ابراهيم نور الدين هو اللي هيحكم للنادي الاهلي. بالمناسبه انا ما يفرقش معايا مين اللي يحكم، انا اللي يفرق معايا كنادي اهلي هو العداله التحكيميه. يعني حضرتك امبارح ما حسبتش ضربه جزاء صحيحه في مباراه المقاصه والزمالك، ضربه جزاء صحيحه 100% والكل قال ان هي ضربه جزاء صحيحه، ليه حضرتك ما حسبتهاش؟ هي دي العداله اللي فارقه معايا، هو ده اللي يفرق معايا ان انا افكر فيه خلال الفتره اللي جايه، هو ده اللي يفرق معايا كنادي اهلي، ان انا عايز اخد حقي في المباريات، ان انا عايز الحكم لو عليا ضربه جزاء صحيحه احسب عليا ضربه جزاء صحيحه مفيش مشكله، ولكن لو ليا ضربه جزاء من فضلك اديني ضربه جزاء بتاعتي، من فضلك احسبها. فلغط كتير برضو بيحصل في موضوع الحكام، نادي الاهلي ما عندوش مشكله، النادي الاهلي من
او اكتر نادي واكبر نادي ساند الحكام المصريين خلال الفترات اللي فاتت، مش بالكلام ولكن ببيانات واضحه وصريحه كانت طالعه من مجلس اداره النادي الاهلي في الوقت اللي من حوالي سنه ونص كده ولا حاجه، او من حوالي سنه. فبالتالي الثقه في الحكم المصري كبيره جدا جدا من النادي الاهلي، ولكن كل اللي بنطلبه ايه؟ العداله التحكيميه. حضرتك ما حسبتش ركله الجزاء امبارح على اثر هذا الموضوع، ان انت ما حسبتش ركله الجزاء في مباراه المقصه والزمالك. حصل ايه؟ كابتن محمد عبد العظيم قدم استقالته لانه اتغلب، فقدم استقالته ومشي، وايضا نادي المقصه خسر 3 نقاط. كان من الممكن جدا ان هو يتعادل وبعد كده يكسب، كان ممكن جدا ان هو ضربه الجزاء ممكن ما تخشش، ما حدش عارف كان ايه اللي ممكن يحصل، ولكن العداله هو ما يريده او هو ما نريده خلال الفتره اللي جايه، لان احنا داخلين على 4 مباريات بنلعب كل 3 ايام ماتش. النادي الاهلي هيلعب يوم الخميس يوم 1 ويوم الاحد يوم 4 وبعدين يوم 7 وبعدين يوم 11 المباراه الاخيره لو فضل المباراه يوم 17 زي ما هي مباراه النهائي دوري الابطال. لان في كلام برضو في هذا الموضوع، في كلام بيتقال ان بسبب جائحه كورونا المنتشره في جنوب افريقيا فمن الممكن ان يتم تاجيل المباراه. ما حدش عارف على فكره، هنسمع كلام كتير في هذا الامر، هنسمع كلام كتير في هذا الامر. يعني بعض الصحف المغربيه اتكلمت في هذا الامر وقالت ان من الممكن جدا ان يتم تاجيل المباراه دوري ابطال افريقيا لاجل بقى او لما بعد البطوله او الاولمبياد. هل الكلام ده صحيح؟ ما حدش عارف. فمش عايز برضو الناس تروح لمثل هذا الامر. مش طبعا معانا هي على الهواء كاف بتدرس امكانيه نقل نهائي دوري الابطال خارج المغرب بسبب الويكلو. طبعا ممكن جدا يتم النقل للكاميرون، وهو ده الكلام اللي بيتقال ان هو الاقرب ان الكاميرون هي اللي تستضيف، ولكن كل دي ارهاصات، كل ده كلام بيتقال من بعض الصحف في المغرب، بعض الصحف في بعض البلاد الافريقيه او الدول الافريقيه. وبالتالي احنا لغايه دلوقتي احنا هنلعب المباراه النهائيه يوم 17، وبالمناسبه ما حدش دلوقتي بيفكر من اللاعبين. خدوا بال حضراتكم، الجهاز الاداري دوره، كابتن سيد عبد الحفيظ وبقيه الجهاز الاداري اللي متواجد دوره ان هو يعرف الحاجات دي ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، ويبقى ليه دور وقرار مع الاتحاد الافريقي. لا انا مش هينفع العب هنا، انا هلعب بما انك غيرت يعني. لكن اللاعبين لا، اللاعبين مركزين في مباراه يوم الخميس القادم، مستنيين مباراه الخميس القادم، لان اتقفل الملف الافريقي واصبح امامنا ملف الدوري العام المصري. فعشان كده موضوع الحكام بالنسبة لي برضو علامة استفهام كبيرة. ليه؟ مش الحكام نفسهم، ولكن الإعلام وما يحيط بالحكام في قبل مباريات الأهلي تحديدا. حضرتك اديني حكم، طبعا لأن قيمة النادي الأهلي وأكبر نادي في مصر وأكبر نادي في أفريقيا، وبالتالي قيمة النادي الأهلي أنت تحط لي حكم دولي كبير، ولكن الحكم الدولي ده أنا عايزه يديني حقي ويدي للفريق التاني حقه، ما عنديش أي مشكلة، ولكن اديني أنا كمان حقي، العب يتحسب عليا ضربه جزاء احسبها، ولكن لو ليا ضربه جزاء من فضلك احسبها لي. هو ده اللي احنا بنطلبه من الحكام المصريين خلال ال4 مباريات. طبعا نتمنى لكل الفرق ان يحصل كده، ولكن انا بتكلم هنا عن النادي الاهلي وهو الاهم بالنسبه لي. العداله التحكيميه يجب ان يتم تطبيقها ان شاء الله خلال الفتره القادمه في النادي الاهلي، او مع النادي في مباريات النادي الاهلي. ايضا الحقيقه النهارده الكابتن خطيب وكابتن حسن مصطفى بيشاركان باجتماع لجنه الشباب والرياضه بمجلس الشيوخ. طبعا ده في اطار الحرص على تطوير اللي بيحصل في الرياضه المصريه. كابتن محمود الخطيب النهارده كان متواجد في مجلس الشيوخ لمناقشه بعض الامور الخاصه بالرياضه في مصر، والحقيقه كان متواجد طبعا الكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، واحد من الأسماء الكبيرة جدا في عالم الرياضة. فبالتالي هذه موضوع مجلس الشيوخ ده موضوع مهم جدا هنتكلم عنه أكتر، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم أكتر عن زيارة كابتن خطيب لمجلس الشيوخ. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم الكابتن خطيب النهارده كان رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، طبعا كان متواجد في مجلس الشيوخ
وفي لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب إبراهيم حجازي، وشارك الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لدراسة مخرجات اللجنة الأولمبية الدولية وتعظيم استفادة الاتحادات الرياضية المصرية منها. يأتي ذلك في ضوء ما يتم من مناقشات بشأن منظومة الرياضة في مصر والنهوض بها والتعرف على رؤية الشخصيات الرياضية الفاعلة بالمجتمع المصري من أجل تقديم رؤيتهم والتعرف عليهم والاستفادة منها. دايما الأندية الكبيرة، نادي الأهلي أكبر نادي في مصر، أكبر نادي في أفريقيا، وبالتالي رئيس مجلس إدارته بعيدا عن هو طبعا النجم الكبير والأسطورة الكبيرة كابتن محمود الخطيب بيتم الاستعانة بيه عشان يعرف وجهات نظره في كيف يتم تطوير الرياضة خلال الفترة القادمة، وكيفية التعامل مع اللجنة الأولمبية ودراسة مخرجات الحاجات أو القرارات اللي بيتم أو بتخرج من اللجنة الأولمبية الدولية علشان يتم تنفيذها وكيفية تنفيذها خلال الفترة القادمة. كلام مهم وكلام الحقيقة بنحترمه جدا. نتمنى أن يكون هناك اجتماعات زي دي كتيرة جدا علشان الناس نبتدي بقى نحس بتغير بيحصل في الرياضة المصرية، حتى على يعني احنا شايفين انشاءات كثيرة جدا بتحصل وامور كثيرة جدا بتحصل، ولكن من الناحية القانونية ومن ناحية بعض البنود القانونية محتاجين اكثر تطورا او اكثر تطويرا خلال الفترة القادمة. النهاردة عمرو السولية من التدريبات الجماعية ما تمرنش مع الفريق بشكل جماعي، ليه؟ بعض الاجهاد. بيني وبينكم الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة على كل الفريق، زي ما حضراتكم شايفين عمرو السولية ومحمد محمود الاثنين بيجروا خارج المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. بالمناسبة وأنا بتكلم عن عمرو برضو وشفت محمد محمود، محمد محمود من اللعيبة الجامدة جدا جدا جدا، وإن شاء الله لو اللاعب ده أو النجم ده لما يرجع أنا متخيل وربنا يبعد عنه يا رب شر الإصابات وشر ربنا يبعده عنها يا رب ويبقى كويس، صدقوني محمد محمود ده هيبقى من افضل اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي لو خد فرصته خلال الفتره اللي جايه. نتمنى بس ان الاصابه تبعد عنه ونتمنى ان هو يرجع بالسلامه ان شاء الله. بالنسبه للجانب الاخر وبالنسبه للنجم الاخر عمرو السولية، عمرو السولية زي ما قلت لحضراتكم يعني شويه الواحد بيبقى تعبان من كتر المجهود اللي بيعمله او اللي اتعمل خلال الفتره اللي فاتت، خصوصا اللي بيلعبوا في نص الملعب زي ما حضراتكم عارفين السولية وديانج وحمدي فتحي، هذا الثلاثي كان له دور كبير جدا زيه زي بقية اللاعبين اللي موجودين في تأهل النادي الأهلي للمباراة النهائية. مجهود لعبة وسط الملعب بيبقى أكتر شوية أو أكتر بكتير من مجهود بقية اللاعبين، لأنه بيغطي ناحية اليمين، بيغطي ناحية الشمال، بيغطي ورا، بيغطي قدام، بيبقى بالنسبه له الموضوع كبير جدا. والباكات رايت والباكات ليفت برضو انتوا عارفين ان انا منحاز للباكات رايت والباكات ليفت لانهم بيجروا كتير، بيجري 100 متر رايح و100 متر راجع، يعني ممكن في لعبه واحده او في هجمه واحده يجري 100 متر ويرجع ال100 متر هي من غير ما يمسك كوره على فكره. فالله يكون في عون الباكات وفي نفس الوقت الله يكون في عون لعيبه خط الوسط. وبالتالي عمرو السولية حس بشويه اجهاد ولكن الحمد لله الامور مستقره، عمرو زي الفل، ان شاء الله بكره يكون متواجد وان شاء الله يلحق بمباراه ان شاء الله يوم الخميس القادم مع بيراميدز. طبعا الفريق بيجري مسحه طبيه استعدادا لمباراه بيراميدز. زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دايما قبل كل مباراه بيعمل مسحه طبيه ليطمئن على الفريق مين اللي طبعا، بس جونيور اجايه بيضحك اهو النهارده ودي حاجه غريبه، في الطبيعي ان اجايه ما بيضحكش كتير في خصوصا في المساحات، فالنهارده واحنا جايبين له صوره وهو بيضحك كتر خيركم والله. فجونيور اجايه يعني في المسحه زي ما حضراتكم شايفين، وقبل انطلاق مباراه او قبل انطلاق التمرين النهارده كل اللاعبين عملوا مسحه وهتظهر نتيجتها خلال 24 ساعه او يمكن اقل كالعاده. والخبر ده الحقيقه انا بحب اقوله ليه، لانه خبر بيبقى مهم بالنسبه لي وبالنسبه لكل اللي عايز يفكر هو ليه موسيماني مدرب ناجح، هو ليه موسيماني نجح مع النادي الاهلي حتى الان ناجح مع النادي الاهلي ليه. لانه الحقيقه من المدربين اللي بيهتموا بالتفاصيل جدا، بمعنى ان موسيماني ده بتلاقيه بيشوفك لابس سوري يعني جزمه شكلها عامل ازاي، الشنكار بتاعك بيبقى عامل ازاي، بيتكلم في كل حاجه،
ده انا سمعت الكلام ده منه من بعض اللاعبين في الفريق. فموسيماني من المدربين او من المديرين الفنيين اللي بيهتم بكل حاجه، بشكل النجيله، بالجزمه اللي انت لابسها 6 ستارز ولا ستارز عادي، بيهتم بكل حاجه، بيهتم بكل حاجه. فموسيماني دايما قبل المباراه بيحاضر، قبل المباراه بيومين ثلاثه كده تلاقيه بيحاضر اللاعبين بالفيديو ويقول لهم على بعض الامور الفنيه والخططيه الخاصة بالفريق والخاصة بالفريق الآخر اللي هيلعبه إن شاء الله يوم الخميس القادم، اللي هو مباراة بيراميدز. وبالتالي هو بيحاول يدرس بيراميدز بشكل جيد، بيقول لعيبته بيراميدز بيلعب من الناحية دي بالشكل الفلاني، من الجانب ده بالشكل العلاني، هنعمل كذا هنا كذا هنا كذا، وقبل التمرين وبعد كده بينزل يطبق الكلام ده في التمرين أو في التمرين الأخير بكرة. فمدرب ذكي، مدرب بيعرف ان هو يتعامل مع اللاعبين. الحقيقه من الواضح ان هو بيتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي رائع جدا، لان تحس ان كل اللاعبين اللي حتى اللي بيلعبوا واللي ما بيلعبوش. يعني انا في لقطه جبتها لحضراتكم امبارح او اول امبارح، وليد سليمان وعلي لطفي، لو اللقطه دي معاك يا سمير حطها لنا برضو الصوره. انا بالنسبه لي الروح دي هي اللي تفرق، الروح دي هي اللي تفرق معايا. بمعنى ان اللعيبه ال 11 اللي بيلعبوا في الملعب دايما بتلاقيهم مبسوطين وفرحانين طبعا لانهم بيلعبوا على طول، ولكن اللاعبين اللي خارج الملعب بيبقى ليهم دور كبير جدا جدا جدا، خصوصا اللاعبين الكبار اللي زي وليد سليمان اللي للاسف الحقيقه جاله شد في العضله الخلفيه، وهقول لكم دلوقتي هتكلم عن وليد اكتر دلوقتي. ولكن وليد اللاعبين اللي كانوا اللي بيبقوا متواجدين خارج ارض الملعب في على دكه البدلاء الحقيقه بيبقى لهم دور كبير جدا. شوفوا فرحه وليد سليمان وعلي لطفي لما الجون الاول دخل للنادي الاهلي لصالح النادي الاهلي في مباراه الترجي الاخيره، هنجيب لحضراتكم الصوره دلوقتي. الحاجات دي علامات لما تيجي تتفرج عليها، لو انت من اللي ما بيشجعوش النادي الاهلي هتتعلم من الكلام ده، لو انت من اللي ما بيشجعش النادي الاهلي هتتعلم من الكلام ده، لان الكلام ده هيفيدك الفتره اللي بعد كده تحاول تخلي الروح واحده. ولكن لو انت من اللي بيشجع النادي الاهلي هتعرف ليه النادي الاهلي بيصل لهذه المراحل، ليه النادي الاهلي دايما تلاقيه بيصل للمباراه النهائيه. هي دي الصوره. تخيل حضرتك الاثنين دول علي لطفي ووليد سليمان الاثنين موجودين على دكه البدلاء، واحرز الهدف الاول من ركله جزاء علي معلول. شوف فرحتهم عامله ازاي. بص حضرتك على الفرح، هل دي فرحه واحد عنده حاجه مضايقاه من جواه؟ هل دي طبعا هو متضايق. اللعيب اللي ما يتضايقش ان هو ما بيلعبش ده ما يبقاش لعيب كوره ويبقى موظف، وده ما بيحصلش جوه النادي الاهلي. لكن الاثنين لعيبه دول بصوا حضرتك فرحانين ازاي ومبسوطين ازاي، على الرغم ان هم متضايقين طبعا ان هم ما بيلعبوش، ولكن هو مبسوط ان فريقه بيكسب، هو مبسوط ان هو هيصل للمباراه النهائيه او اقترب من الوصول للمباراه النهائيه ساعتها. يعني هي دي الروح الجماعيه اللي دايما النادي الاهلي بيبقى حريص عليها. البعض لما بيجي يتكلم يقول لك ايه غرف او اوض اللبس بيبقى فيها، لما بيبقى فيها مشاكل بتبان قوي في الملعب، بتبان الحاجات دي في الملعب. تخيل حضرتك دي فرحه اتنين لعيبه ما بيلعبوش. علي لطفي ما لعبش غير مباراه الزمالك وصد ضربه جزاء وبعد كده رجع الشناوي لعب. فالمفروض يبقى مثلا متضايق طبعا ان هو ما بيلعبش، ولكن المفروض يبقى جواه لا ما عندناش احنا الكلام ده داخل النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيحصلش فيه كده. الفرحه اللي حضرتك شايفها دي فرحه طبيعيه وفرحه حقيقيه. فرحه طبيعيه، الواد يعني الواحد فيهم قاعد ويعني موت نفسه كده، تحس ان هو عايز ينزل الملعب. فهذا هو الفارق بالمناسبه ما بين النادي الاهلي واي حد، اي حد بقى قول زي ما تقول، قول اسم اي فريق في مصر او في افريقيا او في الوطن العربي، هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي واي فريق تاني. الروح الجماعيه والاصرار على الفوز والمكسب وان احنا عايزين نكسب على طول، هو ده الفرق ما بين النادي الاهلي. فالحقيقه موسيماني ماشي بخطى جيده جدا، نتمنى له التوفيق في الاربع مباريات اللي جايه. هنقف كجمهور النادي الاهلي، اعتقد ان جمهور النادي الاهلي كالعاده يعني هيقف في ظهر الفريق من خلال الدعم الكامل على كل مواقع التواصل الاجتماعي. وخلي بال حضراتكم وانا بقول الكلام ده دايما، ان اللعيبه دايما بتبص وبتشوف الجمهور بيقول ايه، الجمهور مبسوط من ايه، عايزين يبسطوا الجمهور دايما وهو الاساس. طيب 4 اسابيع بتفصل وليد سليمان عن المشاركه في تدريبات النادي الاهلي، يعني هو بالنسبه لنا هو خبر
حزين لانه وليد سليمان من اعمده الفريق في النادي الاهلي. وخلي بال حضراتكم برضو وليد من اللاعبين اللي الاشاعات طلعت عليهم كتير الفتره اللي فاتت. اشاعات طلعت عليهم كتير الفتره اللي فاتت ان وليد مش هيكمل، وليد مش عارف ايه، وليد كذا 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 كذا. ولكن وليد واحد من كباتن النادي الاهلي، وليد له دور كبير جدا. الدور ده ممكن اللعيبه بتحكيه لنا، نقول لحضراتكم قد ايه بيبقى ليه وليد دور مع الناس او مع اللاعبين الصغيرين، مع اللاعبين حتى الكبار في المباريات الكبيره زي مباريات قبل نهائي. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا على وليد، زي ما قلت لحضراتكم في الصحف، في بعض الصحف المغربيه اتكلموا عن انه من الممكن ان يتم نقل مباراه نهائي دوري الابطال من المغرب الى الكاميرون او الى دولة أخرى. خلينا نروح لصاحب الخبر ونسأله عن هذا الخبر وما مدى مصداقية هذا الخبر، الأستاذ حمزة شتاوي من موقع أحد المواقع الكبيرة في المغرب هي سبورت. خلينا نشوف الأستاذ حمزة هيقول لنا. أستاذ حمزة إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء النور زميلي إسلام، مساء النور لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. أهلا بيك. يعني النهارده حضرتك عملت خبر مهم جدا، هل الخبر ده او ما مدى صحه هذا الخبر بنقل مباراه دوري ابطال نهائي دوري ابطال افريقيا من المغرب الى خارج المغرب؟ اكيد زميلي اسلام، اليوم يعني بناء على العديد من المعطيات وكذلك البناء على مصادر مقربه من كواليس لجنه المسابقات التابعه للكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، لانه الخبر كان قبل ايام هناك تضارب في الانباء، هل المغرب سينظم نهائي دوري ابطال افريقيا كما هو مقرر حتى الان بين الاهلي المصري وكايزر شيفت الجنوب افريقي؟ تضاربت انباء ربما بمغادره الوداد وحاله الطوارئ الصحيه التي تعيشها المملكه المغربيه قد يتم نقل المباراه خارج المغرب. فبذلك حاولت التواصل مع بعض المصادر المقربه من لجنه المسابقات بالكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، فاكيد حسب هذه المصادر انه هذه اللجنه تتجه الى مناقشه هذا الموضوع خلال الاسبوع الجاري، لانه نعلم انه في دور النصف النهائي الجهاز الوصي على الكره الافريقيه الكاف رخص بحضور 5000 مناصر لمباريات النصف النهائي، وظلت الحكومات المحليه هي التي يعني الكرة في ملعبها توافق في تونس نعم تفضل يا فندم. بقول لك توافق او لا توافق على وجود الجمهور يعني في ارض الملعب، تفضل يا فندم. اكيد، ففي المغرب هناك صرامه كبيره وكبيره جدا في التعامل مع هذا الموضوع، فبذلك السلطات المغربيه فحتى الاعلام لا يدخل بشكل عادي، فحتى السلطه الرابعه لا زالت لم تعود الى الملاعب ملاعب كره القدم، هناك تعامل صارم من الحكومه المغربيه مع هذا الموضوع، فبذلك الاتحاد او الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم وجماهير الاهلي وجماهير كايزر شيفت لديهم رغبه كبيره في الحضور لهذه المباراه، كل هذه العوامل ربما قد تجعل لجنه المسابقات تعيد النظر وربما سيتم ترحيل هذا النهائي الى بلد اخر، هناك الدول الكاميرونيه التي احتضنت نهائي الشان الاخير، كذلك هذا الملعب مرشح بقوه لاحتضان هذه المباراه، وهناك ملاعب اخرى، لكن الصميم في الخبر والاساس في الخبر هو انه هنا في المغرب السلطات او الاتحاد المغربي فهناك تشبث بتنظيم هذه المباراه بدون حضور جماهيري. ما انا لسه كنت هسال حضرتك هذا السؤال، هل السلطات المغربيه او الاتحاد المغربي متشبث حتى الان بان المباراه تقام بناء على قرار الاتحاد الافريقي في المغرب، ولا لان الوداد خرج وبالتالي الاتحاد المغربي مش ماسك في الموضوع قوي؟ اكيد هو شوف الاتحاد المغربي لما اعطيه يعني تسلم شرف تنظيم هذا النهائي الكبير فهو تسلم هذا الشرف من دون يعني النظر لهل الوداد سيكون طرف النهائي ام لا، ان كان الوداد طرف النهائي فهو كان سيكون عامل ايجابي للكره المغربيه طبعًا. وللوداد الرياضي، نعلم انه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تقوم بعمل كبير على المستوى الافريقي على مستوى الكره الافريقيه، فبذلك شرف كبير ان ينظم هذا النهائي هنا، فاقول انه بعض الاخبار وبعض المصادر المقربة تقول أن الاتحاد المغربي يريد تنظيم هذه المباراة، وإلى حدود اللحظة التي نتحدث فيها الآن المباراة لا زالت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الملعب جاهز، المركب جيد،
احتضن مباريات كبيرة. المغرب بلد المسابقات الكبرى يا إسلام، فهذه كل هذه العوامل موجودة. لكن ربما الرغبة القوية لجماهير الأهلي في الحضور، أنا شخصيا عدد كبير من جماهير الأهلي تتصل، هل الملعب سيكون، هل المباراة ستكون في المركب الرياضي محمد الخامس أم يتم نقلها، نريد الحضور إلى الملعب. فكل هذه العوامل قد تجعل لجنة المسابقات تعيد النظر وبالتالي ترحيل المباراة إلى بلد آخر في حال لم توافق السلطات المحلية هنا على حضور الجماهير. المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي عنده أعتقد اجتماع يوم 14 و15 في المغرب، هل ده من الممكن أن يكون له تأثير، بمعنى أن من الممكن أن يتم تأجيل هذا الأمر لغاية اجتماع المجلس التنفيذي، ولا هيتم اتخاذ القرار خلال هذا الأسبوع؟ أعتقد أنه هذا الأسبوع سيكون حاسم، لأنه الأندية كذلك من حقها أن تعلم بشكل مبكر أين ستلعب المباراة من أجل الترتيبات الخاصة باللقاء، من أجل كذلك إعداد الغداء والمتعلقة بالأمور اللوجستيكية والأمور التنظيمية. فبذلك أعتقد أنه هذا الأسبوع سيكون حاسم في اتخاذ هذا القرار بالتنسيق بين الكونفدرالية الإفريقية وكذلك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لأنها هي الطرف ربما الطرف في الموضوع، لأن المباراة هي حتى الآن ستلعب في المغرب، وبأن تمتثل كذلك يمتثل الطرفي النهائي لعدم حضور الجماهير. لكن ربما تأتي رغبة قوية من الأهلي، من كايزر شيف، من الاتحاد الإفريقي، وبذلك الجامعة الملكية المغربية توافق على ترحيل هذه المباراة. لكن حتى الآن ما هو رسمي أخوي الإسلام، لأنه الرسمي ليس هو المصادر المتضاربة بين الفلسطينيين والأخرى، الرسمي هو أن المباراة في المركب الرياضي محمد الخامس، وأن لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستناقش هذا الموضوع هذا الأسبوع في الكواليس أو بشكل رسمي لا أعلم، لكن سيناقش الموضوع، وهذا الأسبوع سيكون حاسم في تحديد الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة. وبالمناسبة كمغاربة نتمنى كل التوفيق للأهلي المصري طبعاً في التتويج بهذا اللقب. أستاذ حمزة، أخيراً، هل ما يحدث في جنوب أفريقيا والإغلاق التام اللي بيحصل في جنوب أفريقيا بسبب جائحة كورونا قد يؤثر أو قد يتم اتخاذه كذريعة أو كقرار لنقل هذه المباراة، مثلا أن المغرب ممكن ما تدخلش جنوب أفريقيا أو ما تدخلش الناس اللي جاية من جنوب أفريقيا؟ أكيد، هو الوداد لما لعب مباراة كايزر شيفس هناك في جنوب أفريقيا لما عاد إلى المغرب التزم بفترة خاصة بالحجر الصحي في الفندق، لا مخالطة مع باقي الناس. فهذه الامور المؤكد هو انه الحكومه المغربيه صارمه جدا في هذا الموضوع، وكذلك ارتفاع عدد الاصابات في جنوب افريقيا قد كذلك يجعل الاتحاد المغربي اكثر سلامه، اكثر صرامه. لكن البروتوكول المعمول به في الوقت الحالي، فاكيد الاتحاد المغربي حال نظم النهائي هنا، فالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تتعامل حضر كبير بداية من المطار وصولا إلى الفندق إلى الملعب مع الوفد ومع تحاليل ومسحات خاصة بفيروس كورونا تكون بشكل مستمر كما جرت عادة البروتوكول الصحي الخاص بهذا الوباء، من أجل أن تمر المباراة في ظروف صحية أولا جيدة وكذلك رياضية وتنظيمية من مستوى عالي. أنا بشكرك جدا يا أستاذ حمزة على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات. الأستاذ حمزة شتوي من ناقدنا الرياضي من المغرب الحقيقة، وبيتكلم عن أن هناك بعض المصادر بتقول أن الاتحاد الأفريقي أو لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي ستحاول أن تنقل المباراة خارج المغرب. كل دي كلام، ولكن حتى هذه اللحظة المباراة يوم 17 إن شاء الله في الدار البيضاء أو في المغرب خلال يوم 17 إن شاء الله. احنا بنحاول بس نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل حوالينا في المغرب، ايه اللي بيحصل، لان زي ما حضراتكم عارفين هناك العديد من الاشخاص الهامه والنافذه في المغرب قريبه من او هي صاحبه قرار في الاتحاد الافريقي، وبالتالي لما الصحف المغربيه بتكتب حاجه بتلاقيها دايما هو ده الكلام اللي بيتقال خلال الفتره السابقه دايما، ولكن بنحاول نجيب لحضراتكم وجهات النظر المختلفه في هذا الامر. ولكن رسميا حتى الان المباراه النهائيه مباراه نهائي دوري الابطال الافريقي ان شاء الله يوم 17 في المغرب. طيب، كنت لسه بتكلم عن وليد سليمان، ووليد سليمان الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم واحد من اهم اللاعبين، ليس على من الناحيه الفنيه فقط، ولكن دايما يا جماعه في لعيبه كده بتبقى موجوده في الفرقه لاسباب كتيره جدا. وليد سليمان من الناس اللي موجوده في الفريق فنيا، ده احنا ما بنتكلمش على فنيا لان فنيا مش هنتكلم عنه لان لسه تم تجديد عقده لسه الموسم السابق، ولكن
وليد سليمان من الناس الكبيره جدا في الفرقه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاخلاقيه، وككابتن لفريق النادي الاهلي بيكون له دور ودور هام جدا. نتمنى له يا رب ان هو يرجع بسلامه ويرجع احسن من الاول. طيب خلينا نروح نشوف التقرير القادم، هو تقرير عن ان الاهلي بيستأنف تدريباته اليوم استعدادا لملاقات بيراميدز، ونرجع نكمل مع حضراتكم. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته تحت قيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويأتي ذلك عقب الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين بعد التغلب على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في لقاء العودة بالقاهرة بالدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتأهل للمباراة النهائية بنتيجة 4-0 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة لملاقات فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. وأغلق المارد الأحمر الملف الإفريقي ولو مؤقتا استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها 9 من مساء الخميس المقبل باستاد الأهلي في السلام في الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم. وينتظر الأهلي تحديات أخرى غير رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي، في مقدمتها العودة لمنافسات الدوري الممتاز من أجل الصعود مرة أخرى لصدارة جدول ترتيب المسابقة بعد فقدانه بسبب تأجيل مبارياته لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا، حيث يخوض الفريق 4 مباريات غاية في الأهمية خلال مشواره بمسابقة الدوري الممتاز مع كل من بيراميدز الخميس المقبل وسموحة على استاد الإسكندرية بالجولة 28 من الدوري يوم 4 يوليو المقبل، ومؤجلة المقاولون العرب على استاد بتروسبورت يوم 8 يوليو المقبل، ومؤجلة مصر المقصة على استاد الجيش بالسويس يوم 11 يوليو المقبل. عقد بيتسو موسيماني جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق اليوم، حثهم خلالها على تأجيل التفكير في المباراة النهائية بدور أبطال إفريقيا، وأكد على ضرورة الخروج من مواجهات بيراميدز وسموحة والمقابلون والمقصة بنتائج إيجابية لقطع نصف الطريق نحو لقب الدوري. ويدرس الجهاز الفني للأهلي استمرار الدفع بأكرم توفيق في قيادة الجبهة اليمنى للفريق الأحمر في مباراته المقبلة ضد بيراميدز، استغلالا للدفعة المعنوية التي حصل عليها اللاعب بعد مشاركته في مبارتي الترجي التونسي وتقديم عروض قوية في المبارتين وإشادة الجميع بمستواه. كما يتحفظ الجهاز الفني على استعجال عودة محمد هاني للمشاركة في المباريات، خاصة أنه عائد من إصابة في العضلة الخلفية ويخشى من الدفع به في مباراة قوية بحجم مواجهة بيراميدز. فيما عدا ذلك لا خلاف على التشكيلة التي سيخوض بها موسيماني اللقاء بقيادة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. زي ما حضراتكم شفتوا تمرين الفريق الاول لكره القدم للنادي الاهلي، الكل جاهز الكل بيستعد، قفلنا البطوله الافريقيه وهننتظر ان شاء الله يوم الخميس القادم اولى المباريات في الدوري العام المصري بعد توقف 50 يوم. اللي كانوا في الساحل لعيبه النادي الاهلي كانوا في الساحل كلهم في ال50 يوم اللي فاتوا، ما كانوش بيسافروا جنوب افريقيا ولا كانوا بيسافروا قطر عشان يلعبوا السوبر، ولا كانوا بيسافروا تونس عشان يلعبوا الدور قبل النهائي، ولا كانوا بيمثلوا مصر خالص. طبعا ده يعني كلام اللي دايما بيتقال خلال الفتره اللي فاتت ان النادي الاهلي بيتاجل له مباريات كتيره وبيتعمل له مباريات كتيره، ولكن في النهايه النادي الاهلي اهو خلص المهمه، مهم تمثيل مصر بهذا الشكل الرائع سواء في قطر كفوزه بالسوبر الإفريقي ثم العودة والوصول إلى الدور النهائي، والنادي الأهلي هنا بيمثل مصر خير تمثيل. هيرجع مرة تانية للدوري العام، واللي هيحصل بقى في الدوري العام بداية من يوم الخميس القادم. طيب عندنا النهاردة في الجزء الثاني من هذه الحلقة عندنا واحد من النجوم الكبار اللي كان
متواجدين او هيكون متواجد معانا في الجزء الثاني من هذه الحلقه النجم الكبير كابتن رمضان السيد. كابتن رمضان السيد هتكلم معاه في كل ما يخص النادي الاهلي من الامور الفنيه والامور النفسيه والامور التكتيكيه جوه الملعب، وايه اللي هيحصل في بعد غلق الملف الافريقي وفتح ملف الدوري العام المصري. وكالعاده دايما بنكون مع حضراتكم في الشارع مع الجمهور. احد البيوت الاهلاويه شكله رائع وجميل جدا، رحنا عملنا معاه تقرير، خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل النجم الكبير كابتن رمضان السيد. عبد العليم بازا، قريه نادر، مركز الشهداء، محافظه المنوفيه. قصه حب للنادي الاهلي ده حاجه من الطفوله، انا بعشق ومدمن حاجه اسمها النادي الاهلي. بدات احب النادي الاهلي من سنه 2000 وبدات اروح المباريات، لفيت ورا النادي الاهلي كتير، بقالي 20 سنه بلف ورا النادي الاهلي. اول مباراه كنت حضرتها كانت في استاد القاهره مع نادي القناه، كانت في قبل نهائي كاس مصر. وربنا كرمنا وفوزنا، وبعد كده رحنا النهائي، كانت اخر مباراه للكابتن وائل جمعه مع نادي غزل المحله. النادي الاهلي كسب ب 2-0 سنه 2001، وانا يعني بحب النادي الاهلي، واللي انا عملته في البيت ده حاجه بتعبر عن انتمائي وعشقي للنادي الاهلي. النادي الاهلي عملاق القاره الافريقيه وكتب الكره المصريه الاوحد، النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. انا عامل الشعار اللي ورايا ده قبل نهائي القرن الاسباني وحطت النجم التاسعة اللي منفوز بيها تفاؤلا بالنجم التاسعة. بعد كده ظهرت عندي فكرة ان انا اما ربنا كرمنا وفوزنا بهدف محمد مجدي قفشة، الهمني يعني ان انا ربنا الهمني ان انا اعمل البيت كله بعلم النادي الاهلي، وفكرت ان انا اجيب سيراميك واجيب واحد مصمم يصممه، وطبعت شعارين للنادي الاهلي كبار ولوجو النادي الاهلي، وكتبت الاهلي فوق الجميع واعظم نادي في الكون، وصممت ان انا احط النجمه العشرة عشان ان شاء الله رب العالمين البطوله ديت بتاعتنا والنادي الاهلي هيحقق النجمه العشرة. وزي ما عملت وحطيت النجمه التاسعه قبل ما نفوز بيها، حطيت النجمه العشرة ان شاء الله رب العالمين البطوله من نصيب النادي الاهلي. هو انك تعمل حاجه زي ديت فده ان دل على شيء انه دول لحبك الكبير للنادي الاهلي، فيعني هعمل حاجه عظيمه ومشرفه البلد كلها تفتخر بيها. وان كانت مصر فيها الاهرامات فقريه نادر فيها بيت الاستاذ حمد بازا الملقب بابو ياسين. طول عمره بحب الاهلي ومعظم القريه هنا كلها اهلاويه. الناس مبهورين كلك لان ديت حاجه اول مره بتحصل في محافظه المنوفيه، ونادرا لما حد بيفكر كده، وكل واحد بيعبر عن حبه وعشقه للمكان والكيان اللي هو منتمي ليه. والنادي الاهلي يعني حاجه تشرف اي حد، النادي الاهلي بيضيف لاي حد. بيلمع اي حد، بيضيف لاي حد. النادي الاهلي شرف لكل اهلاوي وشرف لاي حد مهما يكون هو ان هو ينتمي للنادي الاهلي. النادي الاهلي بمن حضر، والاهلي تاريخ كبير وقصه عشق كبيره، ويعني الانتماء للنادي الاهلي ده مش شيء بسيط، وعندنا امثله كبيره. يعني الاسطوره منول جوزيه قبل ما يجي النادي الاهلي ما كانش حد يعرفه، حقق حاجات كتيره وحقق وسطر تاريخ مع النادي الاهلي، وحقق دوري ابطال افريقيا، وما خلاش حاجه الا لما حققها، ما كانش حد يعرفه قبل ما يجي النادي الاهلي. مجرد ما وصل النادي الاهلي وحقق بطولات انشهر، كان مرشح انه يمسك منتخب البرتغال، مسك منتخب انجولا. ان شاء الله في السنه الجايه شقيته بتتوضب، ان شاء الله اعمل عالم النادي الاهلي الحادي عشر، بعمل 11 نجمه مش 10 بس. ورس حمدي عمل 10 نجوم هنا، يعني ايه استبشارا بالنادي الاهلي ان شاء الله، وانه يكسب النهائي والبطوله الافريقيه رقم 10. انا ان شاء الله بعمل نجمه ال 11 وتبقى الحادي عشر. الناس كلها رحبت بالفكره ونتمنى الفكره تنتشر. وقريه نادر اصلا اولا انا عيلتي كلها اهلاويه، بدايه من اخواتي لعمامي لاولاد عمامي. قريه نادر اللي هي قريه بسيطه وناس محترمين وناس طيبين وملتزمين بالعادات والتقاليد، كلها اهلاويه، بل محافظه المنوفيه بالكامل تشجع وتعشق النادي الاهلي. هم بيفوزوا بيجوا عند البيت يطلعوني وانا عندي 70 سنه ويشيلوني والف البلد. الكابتن محمود الخطيب اسطوره كبيره،
أي حد يتعلم يتمنى ويتشرف إنه يسلم عليه أو يتصور معاه. الصورة ديت واحد أهلاوي من البلد محتفظ بيها بقاله أكتر من 32 سنة. ليه؟ لعناها مع الأسطورة محمود الخطيب. حب للنادي الأهلي يتخطى كل الحدود. أنا ما يبقى فيه نهائي قاري أو مباراة مصرية للنادي الأهلي، يعني حضرتك ببقى عامل زي الطفل الصغير اللي بيبقى محضر لبس العيد ومستني النهار يطلع عشان يلبس لبس العيد ويحتفل بيه ويفرح. أنا ببقى مستني النادي الأهلي ومتشوق إن أنا أشوفه. أنا حب للأهلي ده يعني شيء غير عادي. أنا بعطل حياتي كلها وشغلي وكل حاجة في الدنيا عشان خاطر النادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن رمضان السيد. ازيك كابتن رمضان؟ مشرف ومنور. ربنا يخليك طبعا. مش ربنا يخليك اسلام، انت اللي منور اسلام. ربنا يخليك يا كابتن ومنور القناه العوده الجميله. ربنا يخليك يا كابتن، انت حضرتك دايما اللي منور. ربنا يخليك. ربنا كل نجوم النادي الاهلي الحقيقه اجيال دايما بتسلم اجيال النادي الاهلي. اكيد اكيد كابتن رمضان. خليني ابدا مع حضرتك بعد غياب 50 يوم عن الدوري العام. الناس تقول لك اصل الاهلي ما يعني انتوا بتاجلوا له على راسه ريشه، بتاجلوا له الماتشات الفتره اللي فاتت يعني على اساس مثلا الدوري الاهلي ما كانش بيلعب ايه، كان اللعيبه قاعده في الساحل ما كانش بيلعب في ولا دوري ابطال افريقيا، ما سافرش جنوب افريقيا، ما سافرش مع ما سافرش قطر. بتفكر ازاي في العوده يا كابتن، خصوصا ان انت تاهلت الحمد لله النهائي ودي هنتكلم عنها، ولكن العوده بعد غياب 50 يوم؟ يعني انا يمكن الناس اللي بتقول يا اسلام ان النادي الاهلي مستفيد من التوقف ده 50 يوم، اعتقد ان ده يعني كلام مش صح. يعني بالعكس، انت لما بتبقى متواجد في المسابقه وبتاخد كل اسبوع مباراه، اعتقد ده بيبقى اللعيبه مركزه في المسابقه وفي نفس الوقت انها بتلعب على البطوله. انت النهارده مثلا حته بعد اللبناط بين الزمالك وبين النادي الاهلي وصل مثلا عدد كبير جدا من اللبناط، ده بيشكل ضغوط على لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني. مظبوط. يعني مش دي ميزه النادي الاهلي واخدها، النادي الاهلي كان واخد الفتره دي كلها على اساس ان هو بيشارك في البطوله الافريقيه. بيمثل مصر. وبيمثل مصر، وهو النادي الوحيد اللي بيمثل مصر. طبعا التمثيل اللي هو اللي احنا بنشوفه على طول الحقيقه، رافع راس كل المتابع لكره القدم وكل المصريين الحقيقه في كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. أيوة. فهي دي مش ميزه، بل بالعكس انا شايفها من وجهه نظري ان دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي في المباريات اللي جايه دي كلها. ان هو مفروض مطلوب من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان كل المباريات اللي جايه دي يلعب ان هو هيكسب كل المباريات عشان يبقى داخل جوه المنافسه بشكل قوي جدا جدا جدا. فدي مش ميزه الحقيقه. يعني حضرتك شايف ان هي عيب او ضغط، بتمثل ضغط على النادي الاهلي؟ طبعا طبعا. من انهي ناحيه يا كابتن الضغط؟ الضغط زي ما بقول لك، الفرق البناط اللي بين النادي الاهلي وبين الزمالك دلوقتي فرق كبير. كبير جدا. فطبعا انت النهارده ما بتلعبش، انت اي بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها بيشارك عشان يحصل على البطوله. فبالتالي انت المباريات اللي انت هتلعبها، اذا كنت هتلعب مثلا 10 مباريات او مش عارف 12 مباراه او 15 مباراه، انت مطالب انك تكسب عدد المباريات اللي انت تلعبها. فدي بتشكل ضغوط كبيره جدا. بعكس زي ما بقول لك، انت مثلا لو المسابقه انت ماشي فيها بانتظام ممكن مثلا هيبقى في وسط مثلا 3 مباريات ولا حاجه بتظبط حالك، بتظبط نفسك. لكن هي يعني الناس اللي بتقول ميزه، انا مش شايفها ميزه. دايما في البعض دايما بيحاول ان هو يخش في المنطقه دي، يقول لك اصل النادي الاهلي يعني على راسه ريش. دايما هو ده اللي يعني من بعض بلاقي يشجع النادي الاهلي دايما يروح يقول لك هذا الكلام يعني. لكن العكس، معنى كلام حضرتك ان ده العكس. 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 حتى لو هم، لو هقول لك حاجه، لو الموقف حتى بيختلف، نادي الزمالك هو اللي هيلعب المباراه دي المؤجله دي، عدد المباريات المؤجله الكتيره جدا دي، برضك نفس الحكايه، ضغوط على نادي الزمالك. فهي مش ميزه للنادي الاهلي ان هو بقاله 50 يوم ما بيشاركش في بطوله الدوري العام. تعتقد يا كابتن ان خبرات لعيبه النادي الاهلي ممكن تتغلب على هذه الضغوط ويمكن الفصل ما بين البطوله الافريقيه والدوري؟ هي دي النقطه اللي هي موجوده اسلام، مش دلوقتي. دي موجوده من 50 سنه في النادي الاهلي. انت لعيبه النادي الاهلي وبجهازه الفني بمجلس ادارته بجمهوره بيفصلوا على طول
ما بين اي بطوله مثلا انت بتشارك فيها او بتحصل على بطوله والبطوله اللي بعديها اللي انت مكمل فيها. فبالتالي انت خلاص بتركن دلوقتي بطوله النهائي، انت وصلت النهائي وده طبعا انجاز كبير جدا. والحقيقه لما نيجي نتكلم على مباراتين الترجي هنشرح للناس، لكن في نفس الوقت انت خلاص بنركن وصلنا للنهائي وبنفكر في مباراه في الدوري وازاي هنحصل على الدوري. يعني كل التفكير اللعيبه بالجهاز الفني، حتى يمكن انت بتشوف مثلا سيد عبد الحفيظ مثلا مدير الكوره، يعني يا دوبك البطوله بتخلص، يعني بقى في اوضه اللبس يا دوبك حتى ما اللعيبه ما لحقتش تفرح. مظبوط. ويقول لهم يا جماعه احنا الدوري ده الجمهور نفسه يا كابتن حاج لو تتذكر في كاس العالم الاخيره طبعاً. بعد ما وصلنا لمباراه الثالث والرابع وخدنا كسبنا المباراه وطلعنا الثالث. بيقول لك يعني سيد عبد الحفيظ اللي كان بيحكي بيقول ان في الاستاد الناس كانت بتحكي وعماله تقول ايه الدوري يا اهلي او افريقيا يا اهلي. بالظبط. هو ده الفارق دائما ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني، وهو ده يعني الفارق في حصول النادي الاهلي على كم البطولات. الحقيقه انت بتكمل بتتكلم مثلا في دوري عام 42 مره، بتتكلم في كاس مصر قد ايه، بتتكلم في افريقيا 9 مرات والعشره جايه ان شاء الله باذن الله. فهو ده الفارق ما بين لعيبه النادي الاهلي باجهزته الفنيه على مدار السنين اللي فاتت دي كلها بمجالس اداراته. الحقيقه اعتقد ما فيش اي تفكير غير في الحصول على البطوله اللي انت بتشارك فيها. ايوه. انت بتروح كاس العالم، يعني انا اقول لك حاجه، ده بتوصل ان انت بتروح تلعب بطوله كاس العالم للانديه والناس بتطالبك انت تاخد البطوله، تحصل على البطوله. مظبوط. يعني شوف انت واصل لايه، يعني واصل عن الثقه بقى اللي انت اديتها لجمهورك واديتها لكل متابعين كره القدم في مصر، انك انت حتى قادر ان انت تروح بطولة كاس العالم للأندية وتحصل على البطولة، أو بتبقى بيطلبوا منك كده. فبالتالي احنا خلاص بدأت بنجنب طبعا، خلاص وصلنا للنهائي وابتداء بنفكر في مباراة بيراميدز اللي هي المباراة اللي هي يوم الخميس يوم الخميس القادم. الجهاز الفني بيبقى ليه دور، يعني حضرتك المدير الفني ايه الدور اللي يقدر يعمله الجهاز الفني في مثل هذه الأمور، بمعنى ازاي هيفصل ما بين أفريقيا وما بين الدوري؟ أنا زي ما بقول لك، يعني هي يعني احنا لعيبه النادي الاهلي بجهزته الفنيه الحقيقه الحته دي بالذات يا اسلام انت بتتكلم فيها بقى فيها اليه خلاص. ايوه. يعني حتى مش محتاج تقعد تحضر لعيبتك او تحضر الجهاز بتاعك، بالعكس بقى فيها اليه. اللعيبه نفسها من جواها من غير ما حد بيكلمها هم بيتكلموا مع بعض كده. أيوه. بيتكلموا مع بعض حتى في اوضه اللبس، يقول لك مثلا ايه احنا خلاص وصلنا النهائي، احنا خلاص احنا عاوزين نبص للدوري بقى، نبص للدوري وعاوزين نلعب مبارياتنا كلها ونكسب مبارياتنا كلها. فدي بتسهل على اي جهاز فني ان هو يوصل للعيبته بمنتهى السهوله، ان هو يقول لهم خلاص احنا دلوقتي بنلعب عشان نحصل على بطوله الدوري، وكل المباريات اللي احنا هنلعبها في الفتره اللي جايه، رغم ان انا بقول ان دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني الحقيقه، لكن كل المباريات اللي احنا هنلعبها على الفوز، على اساس ان احنا في خلال ما نوصل ان شاء الله ان احنا بنتساوى مع نادي الزمالك في عدد المباريات اللي احنا بنلعبها، اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله نبقى وصلنا لفارق بونتين، فارق 3 بونت على حسب بقى احنا ما هنوصل ان شاء الله. كابتن رمضان، هل احنا هنلعب بيراميدز ان شاء الله يوم الخميس؟ بيراميدز من الفرق الجيده في الدوري المصري خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، ولكن بيراميدز وصل للدور قبل النهائي في البطوله الكونفدراليه وخرج من البطوله الكونفدراليه، ولما رجعوا النهارده اقالوا المدير الفني السابق، واصبح تاكيز جوناس المدير الفني السابق لوادي دجله هو المدير الفني لبيراميدز. هل حضرتك تفتكر ان الخروج من البطوله الافريقيه وتغيير المدرب هيؤثر سلبا ام ايجابا في بيراميدز؟ يعني خلينا الاول نقيم الحقيقه تجربه بيراميدز من الموسم اللي فات. الحقيقه بيمتلك طبعا امكانيات ماديه بتفوق اهلي وزمالك، يعني من افضل الانديه اللي موجوده في مصر طبعا امكانيات ماديه. بيمتلك نجوم، يعني النجوم دول كانوا في فرقهم اذا كان في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في الانديه المصريه، كانوا نجوم كبار جدا
وليهم يعني تقل كبير جدا. كل لعيب كان بس طموحهم انتهى يعني من وجهة نظر اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت ان طموحهم بقى يعني راحوا لاتجاهات تانية غير الجمهور الاهلي وحب جمهور الاهلي. هي ديت اللي احنا بنتكلم فيها. يمكن انا اتكلمت فيها الحقيقة اسلام من فترة كبيرة جدا في انتقال مثلا رمضان صبحي واختياره مثلا لنادي بيراميدز. حتى اولا في فرق كبير جدا جدا ما بين الجماهير الكبيره اللي موجوده للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا, ولاعيب النادي الاهلي بينزل المباراه عامل حساب الجمهور ده طبعا. يعني عامل حساب الجمهور ده. احنا اتعلمنا منكم يا كابتن ان ان جمهور الاهلي ده هو الدافع الاساسي في طبعًا كل شيء. طبعًا هو اللي عامل رمضان السيد طبعًا هو اللي عامل كل النجوم مختار مختار هو اللي عامل مصطفى عبده هو اللي عامل محمود الخطيب طبعا طبعا كل النجوم. فبالتالي النقطه دي مهما قلت لي مثلا مليارات بتتوجد في اي فرقه او في اي نادي لا يمكن ان انت تقيسها بالجماهيريه والشعبيه وانك انت الجمهور كمان بيدفع اللعيبه ان هو ده بيفكر في كل دقيقه جوه 90 دقيقه. مظبوط. يعني لعيبي النادي الاهلي انت من النهارده كم من المباريات لعيبي النادي الاهلي بيخلصها في الدقيقه مثلا 6 من الوقت الضايع يعني في الشوط الثاني 96 95 مش عارف 90 91. لعيبي النادي الاهلي بيخش اي مباراه ما بيفكرش في اي حاجه خالص غير ان هو ازاي يخلص وقت المباراه وهو كسبان. ودي طبعا حاجه كبيره جدا ده الطموح الحقيقي ان ازاي يرضي جمهوري. يعني يمكن انا يعني للاسف الشديد كان في تصريح مثلا لرمضان صبحي وهو بيتنقل لبيراميدز وقال لك بيسالوه بيقولوا انت ليه سبت نادي الاهلي وليه رحت بيراميدز. قال جواب غريب جدا جدا جدا. قال لك عشان انا رايح لطموح تاني وطموح مختلف ومش عارف ايه وبتاع. طموح ايه ده انت في وسط ده انت الفتره اللي انت رحت فيها بيراميدز النادي الاهلي حصل على 4-5 بطولات. مظبوط. يعني انت بتتكلم في اقل من سنه. في اقل من سنه 4-5 ولسه اللي جاي انت بتاخد ان شاء الله باذن الله هتلعب. كابتن خطيب قال مش على رمضان هو قال بشكل عام يعني طبعًا. ان قال كلمه هي بصراحه كلمه جميله جدا. ده كلمه رهيبه. يعني فعلا يعني بالترجمه لك كل اللي حصل. انا مش زعلان منهم. انا زعلان عليهم طبعا. هو مش بتكلم على انا بتكلم بشكل عام بشكل كل عام اللي مشوا يعني بشكل عام النادي الاهلي. بدليل اهوت ما هو يعني انت الكابتن الخطيب قال ليه كده. ما هو قال ليه كده لانك انت في الفتره اللي انت مشيت فيها في 5 بطولات انت كنت ممكن تبقى موجود من ضمن الاسماء اللي حصلت على البطولات دي وهتاخد فلوس يعني والفلوس جايه. ده انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في واحد عنده 23 سنه ولسه احنا كده بنتكلم عن رمضان يعني. بتكلم عن رمضان لان يعني انا شايف ان هو يعني مثلا احمد فتحي الحقيقه ادى دوره بشكل قوي جدا وكان من اللعيبه المميزين جدا في تيم النادي الاهلي ومنتخب مصر الفتره اللي فاتت كلها. وهو كان خلاص يعني احمد فتحي ممكن مثلا الموسم اللي جاي ممكن مثلا يبقى بيفكر في ان هو يعتزل مثلا. لكن انا بتكلم في لعيب انت طموح ايه يا رمضان؟ ومين مستشارينك كمان؟ يعني انا بستعجب يعني مين مستشارين رمضان صبحي اللي هو مثلا راح يسالهم ويقول لهم مثلا اتحرك ازاي او اعمل ايه ويوجهوه الاتجاه ده. يعني بصراحه صعب جدا 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 يعني. فبالتالي هو كل حاجه دلوقتي الناس بتنتظر ايه اللي هيحصل في مباراه يوم الخميس وبعد كده اللي هيحصل في مباراه يوم الاحد وبعد كده اللي هيحصل في المباراه اللي بعدها وبعدها لغايه لما تصل للنهائي. بالظبط بالظبط. بنتكلم على مباراه بيراميدز يا اسلام. الحقيقه انا بقول لك ان هم رغم عدد النجوم الكبار اللي عندهم الحقيقه لكن لا مش هو ده الاداء اللي المفروض يبقى اللعيبه دي بتطلعه. بعيد خالص يعني ادائهم بعيد خالص. يعني انت حتى بتتكلم مثلا في الفتره اللي فاتت في مدير فني موجود. طبعا انا في رايي ان السيطره الفنيه على المجموعه النجوم اللي موجوده مش موجوده خالص. أوكي. خالص يعني ما تدي لها نسبه مثلا تروح ل 10% مثلا. طبعا لو في سيطره فنيه وسيطره اداريه على لعيبه بيراميدز اعتقد ان هم كانوا يبقى في مكانه تانية خالص. كان ممكن يروحوا بقى يحصلوا على بطوله الكونفدراليه في خلال الموسمين. الموسم ده كان يبقوا موجودين الحقيقه في منافسه بشكل قوي جدا جدا لكن دي مش موجوده. وحتى التغييره اللي حصلت الحقيقه يعني عايزه وقت.
يعني مش الراجل على ان تكيس كمان يعني بيلعب بطريقه مختلفه. بالظبط هو بيلعب بطريقه مختلفه واسلوب لعب هو عاوز ينفذه مع اي حد وده محتاج وقت. مش هيقدر يا كابتن يوم الخميس؟ لا يمكن ده لا يمكن هيقدر. ده محتاجه مش اقل مثلا من 10 ايام اسبوعين عقبال حتى ما يبتدي يحفظ لعيبته بيتحركوا ازاي وبيحضروا ازاي من تحت والحاجات دي كلها محتاجه وقت يا اسلام. طبعا. فانت وفي نفس الوقت انت بتتكلم في حاله لعيبه النادي الاهلي وحاله تيم النادي الاهلي. لا يعني انت عامل اخر مباراتين يعني يعني اتعلمنا منكم برضو ان كره القدم يعني فيها كل حاجه. بس احنا بنحترم المنافس. يعني دايما لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي وجهازه الفني الحقيقه بنحترم المنافس. احنا عمر لاعبتنا ما قالوا مثلا ان احنا هنروح نكسب المباراه بسهوله او مش لا. احنا بنتعب في الملعب وبنجتهد في الملعب وبنموت نفسينا في الملعب عشان ناخد التلاته بونت عشان نكسب. فبالتالي طبعا ان الكوره بتقول لنا في حاجات كتيره جدا، لكن احنا لو احنا اتكلمنا على الحاله الفنيه اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي في الفتره دي والحاله الفنيه اللي موجود عليها بيراميدز، لا المباراه رايحه طبعا لصالح النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. لكن برضو التغييره بتاع المدير الفني بتعود يعني اللي احنا شفناه خلال الفترات اللي الواحد كان بيلعب فيها ان دايما بتعود بشكل ايجابي اكتر منه سلبي على اللاعبين، لان كل لعيب بقى بيبقى عايز يطلع يا كابتن كل اللي جواه للمدير الفني. فده ممكن ياثر بشكل ايجابي على لعيبه بيراميدز. ممكن طبعا، بس فنيا في الملعب هيبقى في حدود يعني مش بالشكل اللي حد يتوقعه. ان مثلا انت هتشوف مثلا ان تيم بيراميدز بيحضر مثلا من تحت وبيشتغل نفس الشغل مثلا اللي كان الراجل بيشتغل فيه مع وادي دجله، رغم تحفظي كمان على اسلوب الراجل تكيس الحقيقه، لان هو يعني انا في رايي ان هو بيروح للشو، ان هو مثلا بيلاعب اي حد وهو عاوز يعمل استحواذ ومركز قوي في الاستحواذ. وحتى يمكن مباراه مثلا وادي دجله وانت بتتفرج عليها وهو ماسكهم ما بيروحوش للجول كتير، هو دايما بيفكر ان هو ازاي مثلا بيلعب النادي الاهلي او بيلعب الزمالك او بيلعب استحوذ. اي تيم ان هو يبقى بيتقال عليه ان هو بيستحوذ، ودي الحقيقه يعني برضك مش هتعمل نتائج ايجابيه، بدليل ان وادي دجله في الفتره اللي هو حتى كان في ناس بتشيد بادائهم لكنه كانوا مهددين بالهبوط. ويعني يمكن لغايه ما مشي وبعدين لغايه دلوقتي هم طبعا في مشكله كبيره جدا. فبالتالي انا بقول لك حاجتين، هو مدير فني جديد لكن في نفس الوقت هو اسلوب لعبه محتاج وقت عشان لعيبه بيراميدز تحفظ الاسلوب اللي هينفذوه. وفي نفس الوقت انا بقول لك ان احنا ما شفناش من تكيس الحياه مع وادي دجله ان هو مثلا عمل طفره هجوميه مثلا في ادائهم، لا هو يمكن اكتر حاجه كان بيركز عليها حته الشكل الجمالي ليهم والاستحواذ اللي موجود في المباراه. كابتن رمضان، النهارده بيتسو موسيماني في المران او قبل المران عقد محاضره بالفيديو لاهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق بيراميدز. من وجهه نظرك اهم نقاط القوه والضعف في فريق بيراميدز؟ طبعا يعني هم عندهم تيم قوي بس اسماء يعني اسماء، بس للاسف الشديد احنا يعني مثلا لما نيجي نتكلم مثلا على عبد الله السعيد حالته الحقيقه مش زي الموسم اللي فات. عبد الله كان في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا. أيوة. تتكلم مثلا على رمضان صبحي، انا لغايه دلوقتي ما شفتش لرمضان صبحي مباراه صنع الفارق فيها. فبالتالي انت تقدر تتعامل الحقيقه مع مفاتيح لعب نادي بيراميدز بمنتهى السهوله. يمكن انت عندك حتى وجود اكرم توفيق الحقيقه في الفتره في المباراتين وادائه المميز جدا في المباراتين الحقيقه، مباراتين الترجي، اعتقد ان ده هيقفل لك على الحته اللي هي بتاعه رمضان صبحي وهو بيلعب من ناحيه الشمال. قادر اكرم توفيق من انا في رايي في المباراتين من افضل اللعيبه اللي انا شفتهم في الفتره الاخيره في موقف واحد ضد واحد، ولكن يظل رمضان صبحي واحد من اللاعبين الجيدين جدا في هذا المكان. طبعا بس انا بقول لك ان كمان حاله اكرم توفيق في ان هو في النواحي الدفاعيه وفي موقف واحد ضد واحد اعتقد ان يقدر ان هو يقفل مفتاح لعب مهم جدا عنده. يمكن برضو في الحقيقه الحته الهجوميه لغايه دلوقتي احنا ما شفناهاش برضو بشكل قوي. فبالتالي زي ما بقول لك يا اسلام، احنا الجهاز الفني مستر موسيماني الحقيقه والجهاز المعاول الحقيقه قادرين ان هم يوقفوا مفاتيح لعب الحقيقه بيراميدز
في مباراة أكتر الخميس. حاجة يا كابتن رمضان ممكن يعني الجهاز الفني للنادي الأهلي يقولها لعيبته، خلي بالكم من الناحية دي، من الحتة دي، من الجزء ده، من الأوفر ده، من الناحية دي، إيه إيه هي يا كابتن؟ يعني زي ما بقول لك يمكن هم عندهم الناحية الفردية يا إسلام، يعني انت ما تقدرش تتكلم على فرقه بيراميدز في الفتره اللي فاتت دي كلها في نواحي جماعيه اذا كان دفاعيه او هجوميه. ايوه هم عندهم النواحي الفرديه، يعني زي مثلا عبد الله السعيد، زي مثلا رمضان، زي يعني عمر جابر، النواحي الفرديه بتظهر على فترات كمان. تراوري لكن انت مثلا تقول مثلا ان فرقه بيراميدز بتعمل مثلا في التلت الهجومي جمل متكرره حتى لو مثلا مرتين ثلاثه في ال 90 دقيقه، انت بتلاقيش ديت، فبالتالي انت سهل جدا انك تقفل مفاتيح لعبه. تمام. طيب على الجانب الاخر يا كابتن، فريق بيراميدز من الفرق القويه، من الفرق الجيده، يمتلك مجموعه جيده من اللاعبين، ولكن النادي الاهلي برضه هو النادي الاهلي، يعني في اي وقت وفي اي مكان. طبعا مش عايز اسالك عن التشكيل، ولكن بشكل عام هل من الممكن ان بيتسو موسيماني يلعب بنفس التشكيل او بنفس اللاعبين اللي بيلعب بيهم في البطوله الافريقيه؟ عنده مجموعه اخرى ممكن يلعب بيها؟ يعني طبعا، يعني انت بتتكلم مثلا، انا في رايي ان اجاييه في الجزء اللي لعبه في المباراه الاخيره الحقيقه مباراه الترجي كان ظاهر بشكل كويس قوي. واجاييه اول ما رجع من الاصابه طبعا كان في وزن زايد والحركه بتاعته كانت تقيله جدا، فبالتالي لما شفناه الحقيقه في مباراه الترجي الجزء اللي لعبه، لا خلاص اجاييه نزل للوزن الطبيعي بتاعه وداخل فيت كمان، يعني داخل كمان في مرحله ودخل في وقت مكسب كانت لطيف يعني كان حلو. فبالتالي انت ممكن الحقيقه اجاي ممكن يبدا على اساس ان انت برضك اذا كان طاهر، محمد طاهر او حسين الشحات، او طبعا قفشه، يعني يمكن اللاعب الوحيد اللي انا بقول لك ان صعب جدا ان انت بتشيله من الملعب، لان قفشه لعيب مؤثر جدا جدا في اداء النادي الاهلي الهجومي، او في 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 استحواذ النادي الاهلي في اذا كان في الثلث الوسطاني او في الثلث الهجومي، كصانع لعب من افضل طبعا البلاي ميكر اللي موجودين في مصر حاليا دلوقتي. أيوه. يعني قفشه لعيب تقل بشكل، يعني اعتقد يعني لما نيجي نتكلم على افضل لعيب كوره موجود حاليا دلوقتي في مصر قفشه طبعا. فبالتالي انت هتلاقي برضك حته التغيير مش كتيره، لانك انت وانت حتى بتعمل التدوير لكن انت بتفكر في الثلاثه بونت، عشان تفكر في الثلاثه بونت مش هتلاقي تغييرات كتيره الحقيقه في تيم النادي الاهلي. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن رمضان السيد، وهنرجع بقى نتكلم عن مباراه الترجي في الدور قبل النهائي وكيف يرى المباراه النهائيه، ولكن نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع النجم الكبير والمدرب القدير كابتن رمضان السيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل ما ننتقل الى الترجي كابتن، عايز اسال حضرتك برضو، انا هلعب يوم واحد، النادي الاهلي هيلعب يوم واحد، يوم اربعة، يوم سبعة، يوم 11، ضغط كبير جدا في ظل ان انت بقالك 50 يوم بتلعب في مباراه، ولكن على الاقل مثلا مباراه كل اسبوع. هو بص يا اسلام، عشان بس يعني في ناس كانت الحقيقه في فترات كانت في ناس بتهاجم سومان وعلى مش عارف اداء الفرقه ومش عارف تعادل وتعادل او مش عارف ايه الحاجات دي كلها. اعتقد موسيماني عمل حاجه يعني في 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 علم التدريب مثلا الفتره اللي فاتت، هو لعيبه النادي الاهلي كانوا مجهدين جدا 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 بشكل يعني يمكن وصلت لدرجه ان هم حتى الاهتمامات الجري قلت، وكميات التحامات في مثلا واحد ضد واحد او التحامات على الارض او التحامات فوق او كل الحاجات دي نزلت بشكل كبير جدا. عمل حاجه يمكن في ناس هجمته، ده كل الناس لما ادى ست ايام كل الناس هجمته، ست ايام راحه سلبيه الناس كلها هجمته صح. لكن انت تشوف لعيبه ده اثر الست ايام الراحه السلبيه على اداء النادي الاهلي في مباراه الترجي في الاولى، ده انت عامل تفوق يعني بدني صح. بدني كبير جدا جدا. يمكن هو كمان الحقيقة يعني حتى برضو نفس الحكاية، حتى هو لعب الماتش التاني المباراة التانية على الشكل اللي هو شافه في المباراة الأولى. هو نادي الترجي بعد حوالي 35 دقيقة ولا 30 دقيقة هناك كمان بدنيا وقع خالص، بدليل النادي الأهلي كان ممكن يكسب هناك سكور كبير. وفي نفس الوقت هو حتى لما جه يبدأ هنا مباراة تانية إسلام لعب بالشكل دوت او لعب بالفكر ده، ان هو حسب او قيم ان هم بيقعوا في الشوط الثاني،
فبالتالي هم ادالهم الاستحواذ. دي فكره كانت جيده جدا ان هو يقفل يعني الشوط الاولاني وخد الاستحواذ كل حاجه وانا شو خد الاستحواذ يا عم انت ولا في مشكله عندي خالص وانا هبتدي اشتغل من الشوط الثاني. هقول لك حاجه، حتى لو هم كانوا وفقوا ان هم يحرزوا هدف كان هو الحسبه البدنيه او التفكير في التقييم البدني اللي هو كان موجود في المباراه الاولى كان برضك هيخليه يعمل التفوق ده. أيوه. وبالتالي هو نجح ان هو كمان في خلال الشوط اللي هو الحقيقه بيلعب زون ومضيق مساحات والحاجات دي كلها اللي هم كان بيلعبها النادي الاهلي احرز الهدف اللي هو من ضربه جزاء. أيوه. ويمكن كان في كره تانية او حاجه. الشوط الثاني انت ممكن تكسب الترجي سكور كبير جدا. أيوه. يعني كنت ممكن تروح مثلا لتمانية سبعة حاجه ما حصل. ستة كنت ممكن تروح لسكور يمكن ما حصلتش في تاريخ لقاءات اهلي وترجي. فبالتالي يعني في ناس كتيره الحقيقه اللي كانوا بيهاجموا موسيمان الحقيقه، واحنا كنا بنقول الراجل ده بيشتغل ازاي، والراجل ده يعني انت عارف ايه عنده ميزه ان اي فرقه بيلعبها مهما كانت قوتها قويه ضعيفه الحاجات دي كلها هو بيدرسها بشكل كويس قوي وبيحط تشكيله بيحط خطه لعبه على الدراسه اللي هو بيعملها زي محلل الاداء مثلا اللي معاه الحقيقه محلل الاداء انا بعتبره من هايل الحقيقه لان بيديله كل حاجه كل حاجه صغيره وكبيره وسرعات وقوه والتحامات وكل حاجه عن الفرقه اللي بيلعبها وبالتالي هو بيحط خطه اللعب على تحليل الاداء اللي هو بتوجد له. هو الراجل الحقيقه عامل انا في رايي عامل الفتره اللي فاتت اذا كان من اول ما جه من اول ما التعاقد الحقيقه عمل حاجات انت النهارده كل البطولات اللي شارك فيها موسيمان الحقيقه حصل عليها. ايوه يعني كل البطولات. يبقى انت النهارده لما تيجي تعمل تقييم للراجل ده انت ما تقدرش تروح حتى ولو حتى 1% ان الراجل ده في اي حاجه. بالعكس الراجل ده انا بشيد بيه الحقيقه وبشيد حتى بالكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره في فكرهم في التعاقد مع الراجل دوت الحقيقه. هي البدايه في الاختيار كانت ريسكي جدا ولكن نجحت طبعا 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 يعني وبرضه كان فيها هجوم وهجوم كبير جدا طبيعي. وازاي ومش ازاي وحاجات كده لكن الحقيقه في نجاح لمستر موسيماني في الفتره اللي فاتت الحقيقه وفي نجاح اكبر كمان في الفكر اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الحقيقه تعاقدوا او فكروا ان هم يتعاقدوا مع الراجل ده لان هم برضه فكروا فيها لان هم يعني عملوا تقييم اداء الحقيقه سان داونز الحقيقه في خلال الفتره اللي هو كان ماسك فيها او بيشتغل فيها مع سان داونز لا اداء هايل هايل طبعا طبعا برضه كابتن معلش هي النقطه دي مهمه اصلها هل الاربع يعني كل ثلاث ايام مباراه ده هيفرق من ناحيه ان احنا بنقول ان ضغط المباريات ده بعد سفر ومراحهم جاي ولكن في النهايه كنت بتلعب ماتش كل اسبوع هل ده هيفرق؟ لا يعني انا بقول ان لعيبه النادي الاهلي مش هتتاثر عشان هم جايين من راحه سلبيه كويسه قوي يعني بتقول ان الراحه السلبيه لست ايام دي هي اللي هي دي اللي هتخليهم يكملوا الطاقه بقى طبعا طبعا بدليل ان احنا شفناها في المباراتين شفناها في المباراه الاولى وشفناها في المباراه الثانيه انت يعني انت لو بتيجي تتكلم مثلا على مواقف واحد ضد واحد في اي منطقه في الملعب كانت في صالح لعيبه النادي الاهلي أيوه. لما تيجي تلاقي مثلا ثنائيات سرعه في صالح النادي الاهلي لما تيجي مثلا قوه على الارض بتلاقي في صالح النادي الاهلي لما تيجي مثلا بتلاقي حاجات مثلا الحاجات اللي هي العاليه في صالح النادي الاهلي فبالتالي لا هم انا في رايي ان هو ان شاء الله باذن الله هتلاقي لعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه رغم ضغط المباريات هتلاقيهم الراحه السلبيه اللي حصلوا عليها هتساعدهم بشكل كويس قوي ان هم يادوا الاربع مباريات بشكل قوي جدا جدا. كابتن رمضان انت وحضرتك قاعد بتتفرج على مباراه الترجي الاولى اللي كانت في رادس هل كنت تتوقع ان يظهر النادي الاهلي بهذا الشكل؟ يعني بمنتهى الامانه بمنتهى الصراحه لا يعني مش بنفس الشكل دوت. انا قلت ان هو الراجل هيروح هناك هيضيق مساحات ويقفل ويلعب على نتيجه الحقيقه ان قريبة. هو قريبه ومثلا هيعمل 0-0 هيعمل مثلا 1-1 لكن الاداء اللي اتعمل في المباراه اللي هناك لا ده اداء غير متوقع الحقيقه. في يمكن سببه ايه يا كابتن بقى؟ سببه زي ما بقول لك المرحله اللي كان عليها الحقيقه لعيبه النادي الاهلي جهاد كبير جدا 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 برضه ست ايام الاجازه برضه دي سبب رئيسي وسبب رئيسي اللي انت هتشوفه اسلام في الاربع مباريات اللي جايين ان برضك خلاص يعني انت النهارده تخلصت من حاجه وخلي بالك
الاجهاد ده مش حاجه. لا لا طبعا ده. احنا شفنا شفنا خلي بالك يوم ماتش المحله لما ضربنا ويوم الماتشات اللي تعادلنا فيها زي ما حضرتك بتقول تحس ان دايما بنقولها ان انت بتوصل للعيبه مش قادره تجري بالظبط. يعني اللعيبه اللي هي مثلا مميزه عندك جدا في كميات الجري والحاجات دي كلها ومثلا السرعات مش ما فيش مش موجوده فبالتالي لا يعني من ضمن الحاجات اسلام الحقيقه اللي برضك الناس بتعلق عليها الحقيقه الفتره الاخيره رغم ان انت بتعمل نتائج ايجابيه وان انت بتكسب كل مباراتك اللي بتلعبها الكرات الطويله يقول لك ده مش اسلوب لعب النادي الاهلي. طب يا جماعه احنا بنشوف كرات طويله يعني مش يعني بهدف يعني كل يعني انت عارف ايه فيها ربط. انت النهارده مثلا مش الكره الانجليزيه اللي من 20 سنه دي اللي كان بيحط الكره على راس الحربه انت بتنقل تنقل وبعدين ده انت بتحط الكره في مساحه انت مره لعيبتك عليها عشان محمد شريف يروح عليها عشان طاهر محمد طاهر يروح في المساحه دي عشان حسين الشحات يروح في المساحه دي وكم مره انت حرصت اهداف من دي. يبقى دي مش الكرات الطويله العشوائيه اللي الناس تقول لك دي مش اسلوب لعب النادي الاهلي. هو ما فيش حاجه اسمها كده خالص. ده انا بالعكس ده لو ناس بتحلل مثلا صح فعلا يعني ده الراجل دوت عمل حاجه اعتقد ان في مدربين كتير جدا في مصر وفي الدوري المصري ممكن يشتغلوا عليها. لان انت النهارده بتعمل زي ما بقول لك بتقعد تحضر وتعمل استحواذ مثلا 6-7 تمريرات وبعدين انت رابط في تحرك جناح عشان يروح والجناح يخش حربة والباك يجي من وراه وعشان يروح تلاقيه هو رايح للجول بتعمل الاستحواذ ده عشان تتحط لمحمد شريف. وكمان ايه اذا انت كمان بتستخدم او بتستغل ان انت عندك 3 لعيبه في الحته اللي فوق محمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات جايين مثلا عندهم عنصر السرعه يعني بيفوق اي مدافعين موجودين في افريقيا او في مصر بدليل ان انت مش ضربت بيهم بس مش ضربت بيها باللعبه دي المدافعين المصريين في الدوري المحلي لا ده انت ضربت كمان في افريقيا انت جايبين جوال كتيره جدا من نفس الطريقه طيب خلينا نروح لاحد نجوم النادي الاهلي ومدرب حراس المرمى السابق في النادي الاهلي ومدرب حراس المرمى الحالي لنادي مصر المقاصه كابتن طارق سليمان. ازيك كابتن طارق؟ ازيك كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ وحشنا جدا وتحياتي كابتن رمضان السيد. انا كمان والله وحشني جدا وببارك لك طبعا على عودتك في البيت. الله يخليك يا حبيبي ربنا يخليك. وتحياتي طبعا كابتن رمضان. الله يخليك يا طارق توفيق يا حبيبي. ازيك يا كابتن عامل ايه وحشني؟ الحمد لله ربنا يخليك يا طارق وانت وحشني والله يا طارق. والله دايما يعني. بالتوفيق يا طارق ان شاء الله يا حبيبي. ربنا يكرمك يا كابتن رمضان وسعيد دايما لما بشوفك والله يعني. الله يخليك يا طارق الله يخليك. كان واحد يعني اشتغلت تحت ايديك في بترول اسيوط وناس صراحة محترمة جدا يعني بجد والله يا كابتن. ربنا يخليك يا طارق ربنا يخليك يا حبيبي. يعني كابتن طارق طبعا مبروك تولي المنصب الجديد كمدرب لحراس المرمى في مصر المقاصة اعتقد مهمة صعبة يعني. كابتن اسلام الصوت واطي شوية معلش. بقول لك يعني اعتقد ان المهمة صعبة دلوقتي في مصر المقاصة خصوصا بعد تغيير الكابتن محمد عبد العظيم او تقديم استقالته وكابتن محمد عبد الجليل هو دلوقتي المدير الفني. هو انا موجود يا كابتن بقالي حوالي 3 شهور يعني. ما انا بقول لك التغييره في المدير الفني. لا والله الحمد لله يا كابتن انا بشتغل في نادي محترم ونادي الامانه يعني نادي مستقر يعني نادي ناس يعني بشتغل في جو هادي جدا جدا وعندك ما شاء الله لعبه كويسه واداره كويسه. فالحمد لله يعني بتقدر تطلع شغل كويس والحمد لله انا شايف يعني محمود حمدي بقاله فتره كبيره الحمد لله ماشي بشكل كويس قوي. يعني مشاكل كتير الحمد لله كان سبب رئيسي في يعني فوز المقاصه. فاتمنى ان شاء الله الواحد بيحب يشتغل يعني وبيحب يعني يشتغل في جو هادي والحمد لله المقاصه هي المستقره في حاجات كتير طبعا اداره محترمه ولاعيبه كويسه جدا فان شاء الله يعني نطلع حاجه افضل من كده. ما عندكوش قلق من الفتره اللي جايه يا كابتن طارق؟ والله يا كابتن اسلام احنا الحمد لله يعني محققين مكاسب كويسه الفتره اللي فاتت مع كابتن عظيمه وواصلين نقطه 36 وكنا رابع دوري من فتره بسيطه. ايوه انما طبعا خسرنا الزمالك امبارح رغم ان احنا كنا عملنا اداء كويس قوي امبارح كنا ممكن نتعادل انما ما فيش نصيب يعني. ايوه انما الحمد لله الامور مستقره الى حد كبير احنا تقريبا السابع على الدوري. أيوه. عندنا 36 بونت لسه في حوالي لينا حوالي 8 مباريات او 7 مباريات حوالي 8 يعني احنا متأجلين ماتش النادي الاهلي يوم 11 ان شاء الله. ايوه فالامور بالنسبه لنا الحمد لله مستقره والنتائج الحمد لله الى حد كبير يعني نتائج طيبه يعني انت عارف ان المقاصه كابتن اسلام في بدايه الموسم
كان حوالي 14 لاعب السنه دي اتباعوا الانديه في الدوري الممتاز، يعني منهم خمسه بس راحوا سيراميكا. ايوه، فالمخصصه من الانديه الحمد لله اللي ولاده بلعيبه كتير، يعني رغم ان مشي على مدار اكثر من خمس ست سنين. ايوه، في لعبة كتير لو عدنا نعد لعيبة مشيت من أندية، سواء بقى راحت يعني بيراميدز، راحت نادي الأهلي، راحت نادي الزمالك، راحت سيراميكا، راحت البنك الأهلي، راحت حتى بره مصر زي مثلا حسين الشحات، وبعد كده رجع نادي الأهلي زي جون أنطوي، زي التراوري، يعني لعبة كتير قوي. أيوه، زي أحمد سامي، زي دبا، لعبة كتير قوي مشيت من المقصة، والحمد لله المقصة يعني طول عمرها ولادة بلعيبة لعيبة كويسة، وفعلا ما زالت المقصة عندها لعيبة كويسة. كابتن طارق، عايز اسالك برضو في نقطه مهمه بالنسبه للمباراه امبارح، حتى كنت انا والكابتن رمضان بنتكلم فيها اوف اير يعني، وكنا لسه هنفتحها في الفتره القادمه. امبارح ضرب جزاء تم احتسابها على نادي المقصه، تمام، اتحسبت خلاص. طيب، هل مصر المقصه امبارح كان له ضرب جزاء؟ يعني اعتقد كانت واضحه جدا. هل ده ممكن يكون له تاثير سلبي على استقاله الكابتن محمد عبد العظيم؟ لا والله يا كابتن اسلام، هي ما لهاش علاقه، انما احنا فعلا امبارح يعني احنا شفنا بعد ما انا يعني روحت، انا شفت ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، لا ممكن تتحسب بشكل كبير جدا، يعني زي ما ضربه جزاء الزمالك اتحسبت وكان الحكم يعني سريع جدا في احتسابها. ايوه، يعني حتى الفار ما ادالوش، هو الفار اكد ضربه الجزاء. نعم، برضه ضربه الجزاء امبارح بتاعتنا ما انا شايفها يعني الى حد كبير لا مو يعني سهل، يعني لا واضحه. الكره جايه في ايد الراجل، لا ده واضحه، ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان يجب ان يكون هناك تحقيق او تطبيق للعداله التحكيميه على الكل. الحقيقه مصر المقصه والزمالك وكل الفرق والاهلي طبعا، لانه احنا في النهايه انا عايز اكسب كل المباريات، انا كنادي اهلي يعني. طبعا مفيش شك، طبعا انا شايف ان امبارح يعني احنا لو خرجنا امبارح تعادل نبقى احنا زعلانين، احنا 90 دقيقه احنا افضل من نادي الزمالك، عاملين مباراه كبيره امبارح يا طارق. فعلا يا كابتن رمضان، مباراه كويسه وضيعنا فرص كتير. طبعا طبعا، عارف يا كابتن احنا بعد الماتش حتى لقينا الاستحواذ 58 42 استحواذ، وفي فرص بتضيع، ولينا ضربه جزاء ما اتحسبتش، فانما في النهايه هي دي كره قدم يعني. ايوه، اتمنى يبقى في، انا عارف ان يعني الحكم ما يقصدش طبعا، كان المفروض ان الفار هو اللي يديله ويطلعه ويبص على ضربه الجزاء ويشوفها مره واثنين ويتاكد ان ضربه الجزاء مش يعني، وبعدين انما ضربه على فكره يا كابتن زي ده، زي لو تفتكر مباراه الدور يعني في الاهلي والترجي، ما هو اللي مين ادى اللي ضربه الجزاء؟ حكم الفار. بالظبط طبعا، يعني اللي ادى للحكم الكاميروني ان هي ضربه جزاء يا كابتن رمضان. بالظبط، الفار طبعا، وهو طبعًا. ده على فكره اللي احنا قلناه، ده مهم جدا، مهم جدا جدا جدا، يعني فعلا في... انت بتتكلم في يعني انت بتتكلم في ضربه جزاء، يعني انت تتعادل، تطلع متعادل، ما تطلعش بالظبط. ولا ويا عالم بقى كان ايه اللي هيحصل كمان بعدها، يعني حتى الحاله الفنيه اللي انتوا كنتوا عليها طارق في ال 90 دقيقه، اعتقد الكره دي مثلا لو اتحسبت ضربه جزاء وانتوا احرزتوا منها، اعتقد ان انتوا كنتوا ممكن كمان تكملوا في المباراه كمان بنتيجه افضل. أيوة، كمان ممكن سهل جدا ان انت لو ربنا كرمك بضربه جزاء دي ممكن تكسب يعني. فانا بس كل اللي انا بس بطلبه ان لا الفار المفروض يشوفها مره ويجيب الحكم يقول له تعالى بص عليها. بالظبط بالظبط بالظبط، هي دي بس نقطه الخلاف يعني، انما انت كفار تقول ان الكره ما فيش فيها حاجه غلط، ما تستدعيش الحكم. ما يستدعيش الحكم طبعا. طبعا لا. انما في النهايه بقول الحمد لله على طبعا الاداء كان كويس، انما ما فيش مكسب، ان شاء الله المكسب يجي الفتره اللي جايه باذن الله يعني. هو الاول يا طارق انا عاوز بس اوجه لك برضك حاجه، يمكن طارق سليمان يا اسلام الحقيقه انا بعتبره من مدربين حراس المرمى المميزين جدا طبعا في مصر. طبعا له بصمه كبيره على الكبار كمان الحقيقه، وله بصمه على كل الحراس اللي بيدربهم الحقيقه، لازم طبعا. اشاده بطارق، لا طارق ربنا يكرمك يا كابتن رمضان، والله انا بشكرك يا كابتن رمضان، ربنا يبارك لك يعني. ده حقك يا حبيبي، يستحق الحقيقه، من المدربين الهايلين الحقيقه. كابتن طارق، رايك في اداء الشناوي؟ يعني كان قاعد معاك فتره، رايك فيه دلوقتي وما وصل اليه الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؟ والله بص يا كابتن اسلام، احنا الحمد لله رب العالمين من 2016 لما يعني كان في، طبعا انت عارف نظام النادي الاهلي دايما في سيستم في النادي ان انت بتقعد كجهاز فني مع يعني بنقعد مع بعضنا الاول، وبعدين الجهاز الفني طبعا المدير الفني ومدير الكوره بيقعدوا مع لجنه الكوره، وبعدها بيختاروا بقى المراكز اللي احنا محتاجينها للموسم الجديد. فاحنا 2016 يعني كجهاز فني قلنا ان احنا محتاجين نجيب حارس مرمى، فانا رشحت محمد الشناوي ورشحت عادل لطفي، وكان في اتجاه ان احنا نجيب الاثنين، انما ما عرفناش نجيب الاثنين في موسم واحد، فجبنا الشناوي 2016، بعديها على طول جبنا عادل لطفي يعني جم الاثنين ورا بعض. ايوه، والشناوي ما شاء الله احنا جايبينه يا كابتن اسلام، واحنا عارفين ان الشناوي جول موهوب وجول عنده قدرات،
وكان في النادي الاهلي طبعا ومشي يعني من فتره كبيره، واللي راح لعب في حرس، راح لعب في حرس الحدود، ولعب في طلائع الجيش، ولعب بتروجيت اعتقد ثلاث سنين بتروجيت. وبتروجيت والولد الامانه يعني عنده مواصفات، يعني مواصفات شخصيه ممتازه، مواصفات جسمانيه، عنده موهبه. والحمد لله لما جبناه 2016 بدا يشتغل وبدا يلعب في الفتره الاولى ورجع قعد ثاني. وبعدين 2017 بقى لما لعب موسم كامل حوالي 31 مباراه وختمها بكاس عالم، رجع طبعا لعب بطوله افريقيا. وبعدها بقى وهو كمل ما شاء الله بقى اكثر من 4 سنين دلوقتي الشناوي، هو جول رقم 1 النادي الاهلي، جول رقم 1 في مصر. عنده مواصفات ما اعتقدش ان هي موجوده في حد كتير يعني. ايوه عنده مواصفات شخصيه يا كابتن اسلام جباره. طبعا يعني الشناوي مواصفاته الشخصيه بتساعده كتير جدا جدا. طبعا اكيد الموهبه طبعا ده اساس، طبعا ده طبعا المواصفات الجسمانيه. الشناوي ما شاء الله طوله 91. زائد بقى الشخصيه بقى دي دايما بتراهن عليها بالذات النادي الاهلي، لانك انت بتتحط في انتقادات كتير، بتتحط في ظروف صعبه كتير جدا، بتتحط في انتقادات كتير. فلو انت ما عندكش الشخصيه القويه دي مش هتقدر تكمل في النادي الاهلي. مش هتقدر تكمل. ده دايما دايما النادي الاهلي بيراهن على اي لعيب بيجي من بره على الشخصيه، حط تحتها 100 خط. فالشناوي عنده الحته دي ما شاء الله يعني. حتى دلوقتي هو قائد للفريق ما شاء الله، بيعمل الدور ده كويس قوي مع اللعيبه، بيعمله مع الجهاز الفني. الامانه الشناوي انا بعتبره هو الدور رقم 1 في مصر، وهيفضل يلعب كده يعني. ربنا يبعد عنه الاصابات ويبعد عنه طبعا اي حاجه وحشه. هيبقى جول منتخب مصر مش اقل من 10 سنين جايين يعني ده اللي استلم. بص يعني دايما انت بتيجي يعني بعد فتره الحضري مبطل، ايوه بيحصل فتره كده ايه، انت ما لسه ما انتش مستقر على مين يبقى يكون منتخب مصر فتره كبيره. فتره كبيره ايوه. لما بدا يلعب الشناوي خلاص بدات تقول ان لا، في جول منتخب مصر، لا خلاص زي الشناوي ده الى حد كبير في استقرار من الشناوي يبقى جول منتخب مصر مش 10 15 سنه جايين. ايوه. والولد عنده تركيز عالي جدا، بينزل كل مباراه بيلعبها تعتبر دي اخر مباراه بيلعبها او دي بدايه بالنسبه له. عشان كده دايما تركيزه ما شاء الله، تركيز الشناوي عالي جدا. ايوه ده بتشوفه في كل المباريات 90 دقيقه يا كابتن اسلام، الشناوي ما شاء الله مركز ما بيفصلش. فكل الحاجات دي ادت للشناوي دلوقتي الافضليه ان يبقى حارس مرمى مصر الاول، حارس مرمى النادي الاهلي. واتمنى له التوفيق طبعا يعني، لان الشناوي انا بعتبره يعني هو، انا مش عايز اكبر نفسي، هو يعني اخويا الصغير يعني. لما انت كبرت يا عم طارق خلاص بقى، انت هتقول لي ما احنا لسه بنقول لك يا طارق انت من اكبر دلوقتي المدربين الحراس. ايوه حبيبي يا طارق بقول لك يعني اتفضل. فالشناوي ما شاء الله يعني، انت عارف انا يعني انا هقول لك سر. انا لما جينا نتعاقد مع الشناوي، انا ليا اخ مدرب راس مرمى اشتغل في الزفره الاماراتي، واشتغل في البلديه مع كابتن عبد الرزاق شافي. ايوه. ومرن الشناوي سنتين لما كان في الحمود. ياه. لما جينا نجيب لما جينا نجيب الشناوي، انا قلت له كلمت اخويا وقلت له انا عايزك تجيب الشناوي وتعزمه عندك على الغدا في البيت عندك، وانا هاجي لك البيت. كنت انت يا كابتن طارق كنت انت مدرب حراس المرمى في الاهلي ساعتها؟ كنت مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. اوكي. فكلمت اخويا ماهر مدرب حراس المرمى طبعا ما شاء الله يعني بقاله قاعد في الامارات فتره كبيره. فقلت له ماهر انت يعني انت علاقتك كويسه بالشناوي وبتكلمه ويجي لك يعني، تحاول ان انت مره هتجيبه كده، هبقى انا متفق معاك تجيبه البيت عندك تعزمه على الغداء وانا هاجي لك البيت. بس انا اكيد انا جاي عادي يعني داخل البيت في مدينه نصر، الكلام ده في مدينه نصر. وفعلا كلمني كابتن ماهر قال لي انا بكره ان شاء الله الشناوي هيجي يتغدى معايا. ايوه. وفعلا الشناوي انا كلمت ماهر بقى، وانا بعد ما خلصت تمرين في النادي في الجزيره طلعت على ماهر على طول، دخلت لقيت الشناوي موجود قاعد مع كابتن ماهر. قعدت اكلمه بقى في ان احنا محتاجينك بقى النادي الاهلي. فقال لي يا كابتن يا ريت، وانا عندي استعداد وانا بحب النادي وانا يعني حابب ان انا ارجع تاني. دي كانت بدايتي اول مره كنت اقابل فيها محمد الشناوي. طبعا انا مرنته في الاهلي زمان لما كان في الناشئين، مرنته فتره بسيطه مش كبيره يعني. ايوه. فدي كانت البدايه بقى، بدايه التفاوض مع طبعا انا بقى موضوع التفاوض بقى الخاص بقى بالتفاوض الناحيه الخاصه بقى بتبقى خاصه بالناس اللي موجوده في النادي. بالظبط. انما دي كانت البدايه بتاعتي لما قعدت مع الشناوي وقلت له احنا عايزينك وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي هيبقى في تفاوض ان شاء الله مع بتروجيت. ايوه. وفعلا بعدها بقى طبعا ايه، استلم بقى الملف المسؤول عن الملف الدكتور عصام، واستلم بعديه طبعا الكابتن امير توفيق لغايه لما بقى الشناوي بقى كده. طبعا طبعا لحد ما الشناوي جه. دي كانت بدايه يعني، دي اصل انا بتكلم في واقع حصلت فعلا يعني. طبعا طبعا انا بقولها طبعا واقع حصل، واكيد الشناوي فاكر الكلام ده يعني. حبيبي يا كابتن طارق شرفت ونورت، ودايما سعداء بوجودك، وربنا يوفقك يا رب في الفتره اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن طارق سليمان
مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى نادي مصر المقاصه، من الشخصيات المحترمه جدا ومدرب شاطر جدا. والحقيقه في كل الانديه اللي راحها الحقيقه الحراس بيبقوا على مستوى عالي جدا جدا. ايوه طبعا. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ناخد بقى نصائح كابتن رمضان السيد للاربع مباريات القادمه بعد ان شاء الله ما وصلنا للدور النهائي. اربع مباريات صعبه، نصائح الكابتن رمضان السيد للاعبين والمدير الفني بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن رمضان، قبل ما اخد نصائح حضرتك، من وجهه نظرك مين الحصان الاسود للمسابقه الدوري العام حتى الان؟ المصري. المصري. المصري اه طبعا. بيؤدي مباراه جيده مع علي ماهر. بيؤدي مباراه جيده جدا مع علي ماهر، واعتقد ان علي ماهر عمل تطوير في اداء لعيبه النادي المصري بشكل كبير جدا جدا جدا. ويمكن كمان هو خسر مباريات يعني المفروض ان هو كمان كان فيها الافضل كان ممكن يكمل كمان افضل من كده كمان. فالمصري انا بعتبره الحصان الاسود طبعا. من اكتر السلبيات اللي بتشوفها في الدوري بقى بشكل كامل، يعني يمكن في فرق الحقيقه بدات بدايات قويه جدا ووقعت ما كملتش، ويمكن كان حتى الناس كلها كانت بتتكلم عليهم ان هم ممكن يخشوا مثلا مربع من ضمنهم مثلا فرقه سيراميكا الحقيقه. يعني عملوا بدايه قويه ولا اروع، وبعد كده الحقيقه المستوى نزل بشكل كبير حتى في النتائج. محله برضه محله نفس الحكايه. محله برضه من الفرق اللي اتقال عليها الحصان الاسود، ولكن بقى لهم خمس مباريات بيخسروا. اربع خمس مباريات بيخسروا برضه ورا بعض. فدي يمكن السلبيه اللي موجوده. يعني انت بدات عملت بدايه قويه، اعتقد ان كان المفروض الفرقتين دول يكملوا بشكل قوي. من وجهه نظرك هل في مفاجآت في الدوري العام ممكن تحصل في الدوري، يعني في قمه الدوري او في الهبوط؟ يعني في الهبوط هي لسه ما تقدرش تحسمها، رغم ان في فرق الانتاج بتتكلم على الانتاج بس فجاه كده بيكسب مثلا مباراه صعبه جدا، مباراه المصري الحقيقه فرقه مثلا البنك الاهلي وبرضك بيكسب مباراه صعبه جدا. لكن هي اللبنات بتقول ان في مثلا اربع خمس فرق هيفضلوا برضك يصارعوا كده على اساس ان مين اللي هينجو منهم. الحقيقه صعب ان انت تتكهن بيها دلوقتي، لانك انت حتى لو قلت مين دلوقتي يبقى فيها عمليه احباط حتى، وفيها النقطه 34 35 هي اللي هتبقى النقطه 36 36 37 كمان لو الفرق اللي تحت دي ابتدت تواصل الفوز. يعني لو البنك والانتاج وصلوا الحقيقه الفوز الفوز هتبقى تروح ل 37 او 36 في القمه. القمه هتبقى اهلي وزمالك فقط لا غير. يعني النادي الاهلي بيراميدز بعيد، مصري بعيد، سموحه بعيد. لا لا كل لا لا الانديه دي بعيده خالص عن ان هم يخشوا على المنافسه على البطوله. لكن ممكن ينافسوا على المربع، لكن البطوله هتبقى اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. طيب قبل بقى ما نخش في الاربع مباريات اللي جايه، نصايحك لمجموعه اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي والجهاز الفني. يعني يمكن نصايح الحقيقه للجهاز الفني انا بقول له طبعا ان هم شغالين بشكل يعني هايل، واشاده كبيره جدا 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 بيهم الحقيقه. زي ما قلت لك يا اسلام، راجل ازاي بيعرف يدير ال 90 دقيقه، ازاي بيحط تشكيل للمباراه، ازاي بيحط خطه المباراه اللي هيلعبها. فاعتقد ان هو يستمر على كده. يمكن هو عمل حاجه، ممكن يغير في تشكيل مثلا او حاجه ولا طبعا هو يعني. يمكن عمل حاجه يا اسلام الفتره في المباراتين الحقيقه. أيوة. وبرضك في مباريات في افريقيا ان هو غير طريقه اللعب. طريقه اللعب مظبوط. لعب 4-3-3، ويمكن دي في حوالي اربع خمس مباريات وحقق فيهم نتائج ايجابيه. يعني من ضمنهم طبعا المباراتين وسان داونز بتوع الترجي وسان داونز 3-4-3 يعني 3-3. ويمكن دي حتى ابتدت حتى ممكن الناس تفكر تقول مثلا هل هو ممكن يرجع تاني ل 4-2-3-1، على اساس طبعا ان انت بتستخدم الجناحين بتوعك بشكل من افضل الفرق اللي بتستخدم الجناحين بتوعك بشكل قوي جدا. وفي نفس الوقت قفشه، وجود قفشه كصانع لعب وك هو اللي بالحقيقه بيساهم بشكل كبير جدا في حته الاستحواذ في وسط الملعب، اذا كان ثلث وسطانة او اذا كان الحقيقه الثلث الهجومي. فانت هي دي، هل موسيماني ممكن يواصل 4-3-3 ويلعب بالسليه وحمدي فتحي واليو ديانج، ولا هيرجع تاني لطريقته اللي هو كان بيلعب بيها الحقيقه الفتره اللي فاتت، رغم انه انا في رايي ان هو محقق بيها نجاحات. يعني هو كمان ممكن يستخدم قفشه
في حته يبقى محمد شريف ويبقى طاهر ويبقى قفشه ثالث من تحت شريف. اعتقد برضك كل المباريات اللي عملها قفشه في المركز ده رغم ان هو مركز صعب عليه لكن عملها بشكل كويس جدا. فبالتالي انت النهارده برضك في حاجه يمكن لما بنيجي نتكلم على حته الاجهاد انا في رايي مثلا ان بعد الحقيقه اصابه علي معلول وخد فتره ياخد فتره كبيره جدا خلاص مفيش عنده مشكله خاصه في حته الاجهاد. وعلي معلول كمان يمكن هو رجع مباراتين لكن هو لسه ما رجعش لمستوى علي معلول قبل الاصابه. علي معلول طبعا يعني مفتاح لعب للنادي الاهلي ومن يعني علي محتاج الماتشات اللي جايه بالظبط والماتشات اللي جايه دي هترجع علي معلول بدنيا بشكل قوي جدا جدا. برضو في حته الباك اليمين انا في رايي ان لا يمكن ان انت تفكر ان انت تغير اكرم توفيق الحقيقه لان هو زي ما قلت لك ان هو عامل تفوق كبير جدا جدا في النواحي الدفاعيه. وانت بس الفتره اللي جايه دي كمان المباريات اللي هيلعبها اكرم توفيق هتزوده كمان في الناحيه الهجوميه هيبقى انت كسبت الحقيقه باك يمين رغم ان انت يعني كان عندك محمد هاني ويمكن البديل بقى اللي بعد محمد هاني خلاص انت بتتكلم كده في اكرم توفيق ركب في المكان ده بشكل قوي جدا. عموما ربنا يسهل داخلين على اربع مباريات صعبه ربنا يكرم ان شاء الله الفريق الاول. انا بشكرك جدا يا كابتن رمضان على وجودك معانا دايما بتشرف ومنور ربنا يخليك يا اسلام ونستمتع بيك انا سعيد بيك ان انا معاك يا اسلام ربنا يخليك شرف لينا الله يخليك يا اسلام شرف لينا شكرا جزيلا للنجم الكبير والمدرب القدير كابتن رمضان السيد. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا انتظرونا بكره ان شاء الله فقره ثابته دايما بنكون مع حضراتكم من خلال احمد ثابت وكريم سعيد وفقره مجموعة من النقاد الصحفيين الكبار اللي هيكونوا متواجدين معنا بكرة إن شاء الله في الفقرة الثانية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا إن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة في تمام الساعة العاشرة.